مساء الخير واهلا بيكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. اثبت ذاتك اهو. 90 مليون حواليك يا اهلي على الاقل داخل مصر، ده السلوجان بتاعنا. كل لعيب لازم يبص على دي، اثبت ذاتك يوم الحد. انت بتتكلم في 90 دقيقه. النادي الاهلي يستعد للحصول على اللقب الافريقي في تحقيق انجاز غير مسبوق. هو لما خد السادسه كان غير مسبوق، ولما خد السبعه كان غير مسبوق، ولما خد الثامنه كان غير مسبوق، والتاسعه غير مسبوق، والعشره غير مسبوق، وان شاء الله لما ياخد ال11 غير مسبوق. انما الجديد ان دي اجيال بتسلم اجيال بتسلم اجيال، وكل جيل عليه ان هو يثبت ذاته. النادي الاهلي عنده ميزه، عنده مبادئ كده معينة، يعني انه يقول لك الاهلي فوق الجميع. السلوجان ده على فكرة بعض الاهلاوية ياخدوه ساعات بعنطزة كده، وبعض المشجعي الاندية التانية يتضايقوا منه. يعني هل مثلا فوق الجميع يعني فوق الزمالك؟ يعني فوق الاسماعيلي؟ يعني فوق المصري؟ يعني فوق الاتحاد؟ يعني فوق اسوان؟ يعني فوق انبي، فاركو، المحلة، كل الاندية، فيوتشر، بيراميدز؟ لا طبعا مش المقصود بيه كده. يعني فوق الجميع داخل جدران النادي، ده الشعار اللي الاهلي دايما بيحطه يعني، وبيحاول بقدر الامكان يحافظ عليه. والاهلي، انا بقول الكلام ده التقديمه دي عشان هديكم النموذج المقابل دلوقتي. اللعيبه كبيره على مستوى العالم، باعت انديه كبيره على مستوى العالم عشان الفلوس. فانت بتتكلم على انه النادي الاهلي ما بيسمحش لده لغايه دلوقتي، وعمال يقاوم الفكره دي انه لعيب كبير، مش عايز اقول يبتز النادي، لكن يساوم النادي زي رمضان صبحي ما عمل في 2020 شهر 7 و8 لما اعارته خلصت من هدرسفيلد، فساوم النادي. ساوم النادي يعني ايه؟ يعني جاي له فلوس كتير من نادي تاني اللي هو بيراميدز. فالاهلي قال له لا، عندك ساعه وامشي. عبد الله السعيد ساوم النادي، فالاهلي قال له لا. عبد الله السعيد كان جاي له من الزمالك رقم مهول، يعني مش عارف 60 مليون في سنتين، وقتها كان مهول يعني في سنتين، السنه ب 30 واخد 40 مليون كاش في شنطه يعني. فالاهلي قال له لا، وهكذا يعني. في امثله لعيبه ساومت النادي الاهلي، وهنا المساومه مش لفظ يعني القصد بيه لفظ غير شرعي، لكن القصد بيه ان اللعيب حط المال الاساس، الاهلي حط النادي والكيان الاساس. فقال له لا خلاص. وما تبع ذلك من صدمات واختلافات في الراي وحواديت وقصص، سواء من الازمات الكتيره اللي حصلت بعد عبد الله السعيد والشرخ اللي تم في العلاقه بين النادي الاهلي وبين المستشار تركي آل الشيخ اللي كان وقتها رئيس شرف النادي الاهلي، ثم ما تلا ايضا قصه رمضان صبحي والازمات الفنيه اللي بالتدريج تم تعويضها، وقدر الاهلي في نفس السنه وبعد شهرين بس او ثلاثه يكسب دوري ابطال افريقيا من الزمالك، لو تفتكروا اللي هو الماتش بتاع القضيه ممكن. فالاهلي حتى الان، وانا بقول حتى الان لانه بكره ممكن تتغير الدنيا في ظل التغيرات اللي عماله تحصل على مستوى العالم، وبقت لغه المال النهارده هي اللي بتحرك لعيب الكوره. يعني لدرجه ان كريم بنزيما نجم ريال مدريد بعد 14 سنه من اللعب في السانتياجو، من وهو عنده 19 سنه راح ريال مدريد، ساب النادي الملكي الاسطوري الاول على العالم في التاريخ، نادي القرن في العالم مش بس في اوروبا، هو نادي ريال مدريد يعني الالف في مصر في افريقيا، لكن ريال مدريد على مستوى العالم. فيقوم كريم بنزيما يسيب التاريخ ويسيب الجغرافيا ويسيب كل حاجه ويسيب النادي الملكي ويروح اتحاد جد، وعملوا له النهارده حفل وداع في سانتياغو في ريال مدريد. معرفش احنا عندنا لقطات من الحفله ولا لا، اهو. ومن ضمن التصريحات بتاعته قال لك انا كان نفسي اختتم مشواري في ريال مدريد، لكن في بعض الاحيان بتبقى في فرص في الحياه، فانا حبيت اشوف فرصه اخرى. فرص في الحياه يعني تداولت المواقع. بنزيما في مؤتمر الوداع كنت اتمنى الاعتزال بقميص ريال مدريد. يعني بعض
المواقع كتبت انه 100 مليون يورو في السنه راتبه في اتحاد جده، انتقل رسميا لاتحاد جده، واتحاد جده اعلن النهارده رسميا يعني. وبعض المواقع التانيه قالت 200 مليون يورو في السنه. هو بيبرر بيقول لك يعني رحت تجربه عشان خاطر شجعني عليها وجود كريستيانو رونالدو. فاصبحت لغه المال الان تتحكم، يعني الوقت كريستيانو كان الاول بنقول ده كريستيانو كبير في السن، فهو عنده 37 38 سنه، فهيلعب فين؟ هيلعب في السعوديه، وده طبيعي زي ما كان الدوري القطري بيحصل. شويه وبقينا نشوف كريم بنزيما، شويه وبدا يقولوا كانتي قريب من الانتقال للدوري السعودي، وشويه ميسي بيقترب بقوه لدرجه ان ميسي قال لبرشلونه بعد ما كان متحمس جدا من شهرين، قال لهم قدامكم لغايه يوم 12 يونيو قبل المعسكر بتاع المنتخب بتاع الارجنتين اللي جاي، لو ما حسمتوش القصه دي همشي هروح تجربه تانية، ويقصد بقى الهلال السعودي. تخيلوا بقى نجوم العالم بتسيب ريال مدريد، وفي بيقول لي هاري كين في كلام معاه بتوتنهام، ولاعيبه كتير وسون ومعرفش مين ومين ومين، لعيبه كبير على مستوى العالم على فكره يعني، عايزه تروح دلوقتي للدوري السعودي عشان فجاه اكتشفوا ان الدوري السعودي ده قوي جدا وفي يعني منافسه عظيمه وهيعمل يعني حاله عظيمه. لا، لانه الفلوس بتتحكم وبتتكلم. النادي الكبير الوحيد على مستوى العالم دلوقتي اللي بيقاوم الفكره دي حتى الان هو النادي الاهلي، ومعرفش لغايه امتى يعني، ما اعرفش المقاومه دي، لانه اصل العالم بيتغير والزمن بيتغير يعني، الدنيا عماله تتغير. هل الاهلي هيقاوم ده السنه دي والسنه الجايه مش هيقدر؟ هل السنه اللي بعديها اللي بعديها اللي بعديها؟ الله اعلم. بس لازم الاداره في النادي الاهلي تقعد تفكر، مش بس الاداره في النادي الاهلي، الاداره عن كره القدم المصريه وعن الرياضه المصريه. اوريكم في السعوديه النهارده اعلنوا ما اسموه بخصخصه الانديه السعوديه، وخصخصة الأندية السعودية زي ما بيقول كده سكاي نيوز عربية اللي هو البيزنس بتاعهم يعني اللي هو السيكشن بتاع الاقتصاد بتاعهم، بيقول لك السعودية تخصخص أندية كرة القدم. في أندية كبار اتحطت تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة إنه يمتلك 75% من قيمة الأندية، اللي هو نادي الهلال، نادي النصر، نادي الاتحاد، والنادي الرابع ده اللي هو الشباب، مكتوبه غلط، مكتوب اتنين الاتحاد، هو نادي الهلال والنصر والشباب وسوري واهلي جده والاتحاد. ده اتحاد جده، نادي الهلال، نادي النصر، نادي اتحاد جده، المفترض نادي اهلي جده. حلو كده؟ وانديه اخرى تحت مظله كيانات سعوديه اخرى، اللي هي شركات عظيمه في السعوديه، شركات بترول، شركات نقل، شركات زراعه كده يعني. زي نادي القادسية شركة أرامكو، نادي الدرعية شركة تانية، نادي العلا العربية الملكية للمحافظة، شركة نيوم لنادي الصقور. أندية تحت مظلة كيانات سعودية أخرى. هو ليه الأندية دي دخلت سواء في صندوق الاستثمار السعودي أو تحت مظلة كيانات سعودية؟ لأن الأندية دي لا يمكن تستطيع إن هي تدفع أموال وفلوس بالقيمة دي، مستحيل يعني، مستحيل نادي اهل جدة مهما كان السادة الامراء المحبين لي او رجال الاعمال او اتحاد جدة او الهلال هذا النادي العظيم او النصر هذا النادي العظيم، اندية كبيرة كلها على فكرة واسمائها عظيمة كلها، فمهما كانت الاندية دي بتمتلك اموال او مجلس ادارة شخوص تمتلك اموال او محبين تمتلك اموال، ما تقدرش على الارقام ده، لدرجه حد بيقول لي ده ميسي 400 مليون يورو في السنه وكريستيانو 200 مليون يورو، ما اعرفش التالي ده 100 مليون يورو كده يعني. خلينا نقول انه ده هيعمل مشكله كبيره جدا في المستقبل على المستوى التنافسي. هو هيعمل انتعاشه طبعا لكره القدم السعوديه، ما فيش كلام، هم الناس مش باصه زي الدنيا كلها ايراد ومصروف، يعني انا فلان هكسب منه ايه؟ هم عليهم مكاسب اخرى في السعوديه بيعتبروها افضل من المكاسب الماديه
ان ده بيعمل نوع من الدعايه الكبيره جدا للمملكه طبعا على المستوى الرياضي، ان هو لو في حاله التقدم لملف كاس العالم فيبقى دول خير سفراء لكاس العالم، كل الانظار تتجه صوب الدوري السعودي لان الناس دي لها مريدين، دي نجوم عالم يعني. فهم زي ما قطر عملت قبل كاس العالم اللي فات، فهم بيعتبروا ان ده كده كده لو عمل حملات دعائيه ضخمه هيصرف برضه مئات الملايين من اليوروهات او من الدولارات، وبالتالي بيعوضها بهذه الفكره. انت لما تقول دلوقتي الزمالك هيلعب في البطوله العربيه، طب هيقابل النصر وهيقابل الشباب، بالنجوم دي لما تيجي تكمل يعني تكتمل يعني فتره الانتقالات دي هتلاقي كل الانديه السعوديه جايبه نجوم عالم. هتلاقي لعيب زي مولكا للاهلي بقاله سنتين ثلاثه مش عارف يجيبه ده، ها مش راضين بيه في السعوديه. اه والله شفت الاهلي بقاله سنتين ثلاثه قاعدين نشد مولكا جاي مولكا رايح، كل فتره انتقالات نقول ايه مولكا جاي مولكا رايح، مولكا جاي ولا مولكا ده بتاع الكونغو اللي في باشكتاش جاي، لا مش جاي، لا عايزين 6 مليون يورو، لا نزلوا ب 3 مليون يورو، لا الاهلي عرض 2.5 مليون يورو، لا طلع ل 3، لا اللعيب عايز كذا، بقالنا كده ايه نغني في الموضوع ده بقالنا شويه. لكن انت هتقابل الناس دي في بطولات عربية، الزمالك اولها في شهر 7 الجاي هيقابل النصر والشباب مع اتحاد المنستيري في مجموعته في البطولة العربية، هتقابل الناس دي ممكن في كاس العالم للاندية واقربها السعودية، الاهلي هيلعب السنة كاس العالم للاندية اللي جاي ده في السعودية بصفته بطل دوري ابطال افريقيا سنة 2021 بعد الفوز على كايزر تشيفز في المباراة النهائية 3-0. فلازم انت بقى تواكب هذا التطور، وده بيسترجع انا بقالي يومين بسأل السيد الوزير هو انت عايز استثمار ولا مش عايز استثمار؟ لسه هنقعد نغني ونعيش على فكر الاهلي مش للبيع، الاهلي مش للبيع، الاهلي مش للبيع، زمالك مش للبيع، والناس تقعد تعمل كده في الانتخابات والحواديت دي؟ مش الناس بتقعد تعمل كده؟ مش اللي بيمسك ميكروفون وحديده في الانتخابات يقعد يعمل كده؟ واللي الانديه الشعبيه بشكل عام بيقعد الناس تستغل هذه الجمل في الانتخابات، مع انه هذه انديه اول انديه في مصر تقبل الاستثمار بمئات الملايين لو اتفتح لها الاستثمار بشكل سليم. تخيل لو الانديه بتاعتنا اللي هي تمتلك الاموال العظيمه دي اللي في الدوري، يعني انا هتقولي تاني كده بتاعت السعوديه دي، وانا ببص على الانديه فيقول لك نادي القادسيه شركه ارامكو السعوديه اشترت 75% منه و25% للجمعيه العموميه غير ربحيه، ونادي الدرعيه اهو هيتمسكوا شركه برضه، والهيئه الملكيه لمحافظه العلا هتمسك نادي العلا، وشركة النيوم هتمسك نادي الصقور ترعاه. يعني تخيل مثلا لو احنا عملنا هذه الافكار عندنا، يعني نادي مثلا فاركو بكل ما يمتلكه من اموال هو اللي بيرعى النادي المصري، انا بدي مثال يعني اي كلام يعتبروني مجنون وبقول اي كلام، نادي مثلا اي شركة من الشركات سيراميكا، اي شركة من الشركات يعني اي شركه من الشركات اللي بتمتلك اموال، واللي هتلاقي في دوري الدرجه الثانيه اللي هيبقى دوري المحترفين اللي من 20 نادي ده منهم على الاقل 14 15 انديه شركات برضه معاه فلوس، لكن مش جماهيريه. صح؟ مش جماهيريه. مفيش حل، مفيش حل مع التطور اللي هيتم في العالم. ليه؟ لان لما السعوديه هتعمل كده وتجذب نجوم العالم، الأندية في أوروبا مش هتتفرج. الأندية في أوروبا هتبتدي هي كمان تشتغل على أفكار تسويقية جديدة عشان تجمع برضو فلوس كتيرة علشان خاطر تقدر تغري نجوم إنها تقعد بشكل أو بآخر. فلا بقاء إلا للقوي. لا بقاء إلا للأقوياء. اللي هيضرب راسه في الأرض ويستخبى ويتكلم على الشعارات السفسطائيه دي، الاهلي مش للبيع والزمالك مش للبيع والمصري مش للبيع والاتحاد مش للبيع والمحله مش للبيع واسوان مش للبيع وكل الكلام اللطيف الاسماعيلي مش للبيع والانديه دي، الكلام الجميل اللي بيتقال ده، تعرف على طول ان احنا هنرجع لورا، لانه كلمه للبيع يعني انا بدي لحد
مفاتيح النادي وقول له اتفضل خدها على عجل واتكل على الله اطلع بيها على دولة تانية. لكن ده استثمار، حط له ضوابط وحط له نظم وحط له اسس واعلن واشتغل عشان تعرف تقاوم الناس دي. الناس دي في المستقبل مش هتعرف تقاوم. اللهم بلغنا اللهم فاشهد. الاهلي النهارده كان اجازه من التدريب، وزي ما بقول للاهلي كده 90 مليون في ظهرك واثبت ذاتك. 90 مليون جوه مصر ومئات الملايين مره مصر، في ظهرك واثبت ذاتك. مش هقعد اتكلم عن الوداد واقول عنده اصابات وبعض الحاجات وعنده مشاكل فنيه، مش هتكلم كتير في المواضيع دي، لكن اقدر اتكلم عن فرقتي واقدر اقول ان فرقتي عندها قدرات فنيه ان كانت جاهزه يوم الحد مش هيقف قدامها الوداد ولا 100 وداد، مع كامل التقدير للبطل المغربي كأحد الأندية المهمة في القارة الإفريقية. لكن الحق والواقع بيقول إن الأهلي جاي أجهز من الناحية الفنية. خليني آخد كابتن عادل مصطفى نجم النادي الأهلي. طب هاتولنا تاني كابتن عادل، خط قطع برضه عشان نتكلم معاه في النقطة دي. فأنت بتتكلم في فرقة تمتلك أسماء كبيرة، بتمتلك تناغم غير مسبوق في السنوات الاخيره، ظهر في الماتشات الاخيره، افتقدناه شويه في ماتش الذهاب وده اللي عمل الربكه. على فكره احنا متضايقين من الجون اللي جابوه، وكنا كسبانين 2-0 واحنا مش راضيين على الاداء. خد بالك، يعني احنا واحنا مش راضيين عن الاداء وكنا شايفين ان نص الملعب فيه خلل شويه، مروان ما بيخشش بقوه، حمدي فتحي مش في كامل جاهزيته، اليو ديانج متراجع جدا، مش عاجبنا الاداء الهجومي بتاع هاني، مش عاجبنا كهربا شويه يعني تحس ان هو يعني همدان، محمد عبد المنعم شويه ثقه زياده، خطا من معلول. شفت كل الحاجات دي اللي احنا قاعدين ننتقدها دي وكنا كسبانين 2-0 وجون جه من خطا. يعني كان ممكن المباراة تخلص 2-0 واحنا مش راضيين بنسبة او باخرى عن الاداء. فما بالك بقى والراجل خد فرقته واكتملت الحمد لله، لا في اصابات. شناوي على فكرة حارس مرمى الاهلي في الفاينل هناك عشان الباب ده يتقفل، مصطفى شوبير عمل اللي عليه هنا وتألق هنا، لكن الشناوي بكل خبراته امام الجمع الجماهير الغفير المتوقع يبقى موجود في استاد محمد الخامس، عايز الشناوي بخبرات الشناوي، والشناوي جاهز وبتمرن وزي الفل وتركيزه 10 على 10. والاتفاق في الجهاز الفني في النادي الاهلي ان الشناوي اللي هيحرس مرمى الاهلي في هذه المباراه بتاعه الحد دي يعني. فالراجل فرقته اكتملت، الاساسيين بالاحتياطيين واعداد مستمره وكاملة ودائمة واجتماعات معاهم مع اللعيبة ومع الجهاز الفني ومع المعدين البدنيين ومع محللين الأداء ومع الأخصائي النفسي، ورش شغالة طول اليوم لا هم لها ولا حديث إلا الفاينل. لما بنقول هذا الكلام بنقول لعيبة الأهلي اثبت ذاتك واجهز وخلي تركيزك عالي وثق في نفسك جدا جدا لانك افضل، واوعى تتوتر. يعني اوعى تقلق، اوعى تروح وتلاقي نفسك عندك قلق لما تشوف منظر الجمهور، لانه ياما اللعيبه دي لعبت قدام الجمهور ما عندهاش مشاكل. السنه اللي فاتت لاعبين قدام الجمهور ده وياما ماتشات، وقدام الرجاء لسه في دور الثمانيه، يعني احنا لاعبين في نفس الملعب في نفس الاستاد بنفس العدد من الجماهير المتوقع انها تحضر في المباراة الأخيرة بتاعة الرجاء اللي كانت أيضا في استاد محمد الخامس. إذا لعبة الأهلي المفترض إن هي جاهزة لهذه المباراة. وأنا بتكلم على اللاعبين المتوقع إنها تروح الأسماء السعودية، فأنا بقعد أقلب كده كل شوية نقول الأهلي بيفاوض مهاجم، الأهلي احتمال يبقى عنده مهاجم. فالنهارده مواقع فرنسية كتبت لك ايه بقى عن مهاجم بيلعب هناك. بص يا سيدي، بيقول لك كراسو بيلعب، ده افواري
بيلعب في سانت تيان، احنا بقى على قدنا، نعمل هنقدر ندفع 200 مليون يورو ولا 100 مليون يورو ولا 50 مليون يورو ولا 20 مليون يورو ولا 10 مليون يورو ولا 5 مليون يورو، لكن ممكن ندفع 2 2 ونص 2 وربع 2 وتمن 2 الا ربع، يعني دي المقدره بتاعتنا يعني. فقال لك يا سيدي بص بقى، قال لك ان الاهلي بيبحث، ده هناك تقارير في فرنسا اللي بتقول هذا الكلام يعني، في وسائل الاعلام الفرنسيه بتقول، مواقع هناك بتقول ان الاهلي المصري مهتم بجان فيليب كراسو او كراسو، ده مهاجم سانت تيان، ده افواري بيشارك في دوري الدرجه الثانيه هناك. وكمان الموقع الفرنساوي قال ان الاهلي بيستهدف اللعيب الافواري بدايه من الموسم المقبل، وقال قالوا ان الماتش اللي لعبه الاخير مع سانت تيان ربما يكون مباراته الاخيره، عقده انتهى فاصبح حر، وان الاهلي عرض عليه مليون دولار، وقال كمان ان هو رفعه لمليون و300 الف دولار في الموسم الواحد للفوز بخدماته، وقال ان هو بيقدم له عرض بيمتد لثلاث سنين وعنده 25 سنه من مواليد شتوتجارت في المانيا. دي لقطات على فكره للمهاجم، بدا مسيرته مع فريق الشباب لوريان الفرنسي، راح اكتر من نادي، جاب لعب 35 مباراه، سجل 17 جول يعني ساهم في 12 جول، بيلعب هناك في الدرجه الثانيه مركز الثالث في الهدافين والتاخد ضمن التشكيل المثالي للدوري في الموسم. خلوني ارجع تاني للكابتن عادل مصطفى نجم النادي الاهلي الاسبق للحديث عن مباراه الاحد. كابتن عادل مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد، ازيك يا كابتن عادل؟ اخبار حضرتك ايه؟ منور يا حبيبي، الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. قول لي انت شايف الماتش بتاع يوم الاحد ازاي؟ يعني زي حالاتي كده عندك ثقه مفرطه؟ لا ما فيش حاجه اسمها ثقه مفرطه. ولا قلقان؟ لا هو الطبيعي القلق الصحي يعني، لازم تبقى قلقان طبعا، لازم تدي الفرقه حقها، تلعب فرقه كبيره وفرقه عندها خبرات كبيره، فطبيعي لازم تديها حقها يعني، لازم تبقى قلقان، لو مش قلقان دي مشكله، تبقى انت خرجت الموضوع من ان انت بتحترم حد لان انت عندك ثقه مفرطه بقى، والثقه المفرطه دي مش شيء جيد يعني، مش حاجه صحيه يعني. فلا بس انا هقول لك ليه بقول ثقه مفرطه، بس ما تكمل. يعني هقول لك الاليات يعني اللي انا باني عليها الفكر. لا هو طبيعي انك تبقى عندك ثقه انك تكسب، او ان انت عايز شايف انك هتقدر تكسب، لكن ما تبقاش ثقه مفرطه، ما تبقاش شايف ان انا بلاعب خصم مش ضعيف يعني، في خصم كبير والجيم اللي جوه الملعب مختلف عن الجيم اللي بره الملعب، لان الجيم اللي بره الملعب هو الجيم الاقوى والاصعب، فبالتالي هو ده الكلام المهم اللي بره الملعب ده. طبعا هي الجيم، بص الكوره دلوقتي في افريقيا كمان يعني بالذات الجيم بره الملعب اكتر، لان انت خسرت بطولات افريقيا كتيره كتيره، وحط تحت الكتيره دي 100 كذا خط من بره الملعب. انت في بطوله 2017 وليد ازارو اتوقف في فيديو، فانت خسرت مباراه ترجي في تونس لان انت توقف لك لعيب مظبوط، واحداث الاتوبيس ومشاكل بالزبط. وانت داخل الاستاد والجمهور، وعلى فكره زي ماتش السنغال ومنتخب مصر والسنغال في اخر بالزبط. ماتش في تصفيات كاس العالم لو تفتكر هناك، والاحداث اللي حصلت هناك مظبوط، واللي قبل المباراه واللي جوه المباراه وكل مظبوط. حاجه مظبوط. الجيم اللي بره الملعب دلوقتي في افريقيا هو اصعب من الجيم اللي جوه الملعب، لان انت لو الجيم جوه الملعب بس انت يبقى عندك بقى الثقه المفرطه في ان انت تكسب، لان انت ما انت في فروقات كبيره بين الفرقتين، الاهلي منظم، الاهلي ده بقى الكلام الفني المهم. تمام الاهلي منظم، الاهلي بيأدي بشكل جيد بقاله فتره، الاهلي حط كولر، حط ايده على الناس اللي تعرف تكسبه كويس، الناس اللي يعرف يثق فيها كويس، فانا شايف الدنيا يعني. طب خليني اسالك كابتن عادل، اسالك اسئله فنيه والفرقتين وحضرتك قول لي جاهزية كل فريق من الناحية الفنية، مين أجهز؟ مش مين هو يعني، من الناحية الفنية الأهلي بيأدي بشكل كويس بقاله فترة. تمام. الوداد خد بالك برضو لازم نبقى فاهمين إن الوداد لما يصعد على سان داونز، من سان داونز دي لوحدها كفيلة إن هي ترجح كفة الوداد قبل ما يلعب ماتش الأهلي، إن الوداد إن قوية جدا جدا جدا، اللي ولا واحد يقول لك إن الوداد يكسب. مظبوط. كل التوقعات كانت لصن داونز طبعا، وكمان بعد نتيجه الذهاب
التوقعات زادت لسان داونز طبعا، فلما فريق يروح ياخد بطاقه التاهل للفاينل افريقيا من جنوب افريقيا لازم تقف وتركز قوي مع الفريق ده. تمام. فنيا جوه الملعب انا شايف الاهلي اقوى. تمام. والاهلي بقى منظم اكتر مع كولر. واحنا عندنا مشكله بس في ان احنا النتائج ساعات دايما بتخلينا نفضل نتكلم على التغييرات ونفضل نتكلم على استراتيجيه المدرب والمدرب كان المفروض يعمل ايه والكلام ده، مع ان تضايق 7 دقايق المباراه تخلص كان المدرب كان هيبقى هو احسن واحد ادار المباراه في تاريخ. لا بس انت اكيد يا كابتن عادل وحضرتك بتتفرج قبل ما الجول يجي بتاع الوداد في الدقيقه 86 اكيد برضه انت كنت مندهش انه اتاخر في التغيير، يعني وانت بتتفرج. لا اقول لحياتك حاجه، دلوقتي المدرب بقى له فتره طويله بيأدي باللعيبه دي وهو عارف اكتر واحد امتى يغير وامتى ما يغيرش. حته التغيير دي الحاجات دي كلها وجهات نظر وحاجات نسبيه. انت انا النهارده كسبت هتطلع تقول عليا ان انا راجل عبقري، لو دخل فيا جول مش ملوش يعني مش خطا في التمركز او خطا في ان انت واقف غلط او خطا ان انت بدنيا مش قادر تدير لعيبتك في اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه، لا هي اخطاء كلها اخطاء فرديه. اخطاء فرديه مركبه. اخطاء فرديه مركبه من لعيبه، فانت حته ان احنا برضه انا مستغرب من ان في مدربين طلعت الكلام بعد المباراه ان هو اتاخر لا بص عشان بس احنا بتعب بنجيب الناس بتجيب الورقتين وتكتب الورقه دي هتقولها بعد لو النتيجه 2-1 وهتقول الورقه دي لو النتيجه 2-0 ومن غير ورق الناس بتحافظ الناس بتحافظ بالظبط. انا دايما بتكلم بحس ان انا مدرب، انا راجل بدرب وراجل مدرب فلازم اتكلم بلغه المدرب مش بلغه المشجع. تمام. لغه المدرب الراجل ادار مباراه كبيره جدا، انت فرقه الوداد الشوط الاول شبه ما طلعتش من نص ملعبها راحت للجون، حتى الكورتين اللي راحوا فيهم في اوقات متباعده جدا جدا جدا، وانت بتلعب فرقه كبيره، وفرقه بطله حامله اللقب وفرقه هي المنافس المباشر ليك في البطوله من بدايه الموسم يعني بدايه البطوله. فانت لازم تبقى فاهم انت بتلعب مين ولعب بتلعب فرقه كويس، ان انت تعمل معاها الجيم ده جيم كويس، ما يقللش طبعا من قيمه النادي الاهلي، قيمه النادي كبيره طبعا، ولكن برضو انت عندك منافس قوي. فلازم تبقى واخد بالك انت، انا يعني ممكن ما لومش على مذيع، ما لومش على مشجع، ما لومش على حد صحفي، ما لومش على حد خالص، لكن الوم على مدرب انه يطلع ينتقد وقت التغيير او ان الراجل اتاخر او ما اتاخرش. كل واحد طبعا له وجهه نظر، ولكن احنا دايما بنمثلين الورقتين، الورقه بتاعت المكسب وورقه بتاعت الخساره، وانا في الخساره هقول ده وفي المكسب هقول ده. واضح ان انت فنيا راضي عن اداء كولر او الاهلي في المباراه الاولى. لا راضي جدا راضي جدا، ولولا الفرص اللي ضاعت بعد الهدف الثاني، ولولا ان الاخطاء الخطا الساذج اللي جه منه الجول خطا المرتب كتير. في حته جوه الجول تفصيله صغيره ممكن يكون ما حدش خد باله منها قوي. ايه بقى؟ تفصيله ان الكره رجعت لمصطفى شوبير ومصطفى شوبير خرج الكره من رجله بسرعه. مصطفى شوبير عمل جيم كبير جدا 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 جدا. هاتوا لنا الجون كده يا شباب بتاع الوداد كده. ومصر كسبت جول فعلا جول عظيم. وده على عهد كل الناس اللي كانت متوسمه فيه خير، ولكن بخبره صغيره ان الكره لو رجعت، لو الراجل حط الكره تحت رجله ومسك الكوره كنت على الاقل ضيعت لك دقيقه ونص والجيم اتقتل ورحت انت افريقيا، رحت المغرب وانت كسبان 2-0. هي كانت الكره رجعت لمصطفى يعني؟ خرجها خرجها خلال ثانيه او ثانيتين لو الكره رجعت وقفت عنده. طبعا ده مش خطا من مصطفى، هي خبرات الماتشات. بدايه الجول بعد كده غلط عليه. انت قصدك كان قاعد بخمس ست ثواني موت الكوره شويه. بس الكوره لو الكوره رجعت عنده وقفت، خد بالك الكوره دي كانت اصلا راجعه له من لعيبه الوداد. لو حياتك الكوره جت كامله عندك. هاتوا لي يا جماعه بسرعه كده الكوره كده. هتلاقي ان الكوره رجعت لو هو حط لا من اولها يا شباب، انا مش عايز اشوف الجون. لو حط الكوره تحت رجله 5 ثواني 10 ثواني يا ابني من اولها يا ابني حبيبي. من اول الكوره انا مش عايز اشوف الجون يا شباب، انا عايز اشوف الكوره من اولها عشان اشوف اللقطه بتاعت الكابتن عادل لما قال جات لمصطفى ومصطفى كان ممكن يقف عليها، ودي فعلا كانت يعني انت كنت همت الهجمه. الموضوع خلص وكان الجيم هيطلع ان كولر عمل جيم عالمي. مظبوط. وان اللعيبه ولا حد غلط ولا اي حد، جيم هو ده بس في نفس الوقت انت بتتكلم دلوقتي على ان مصطفى لو كان عمل كده، لكن في نفس الوقت هو مصطفى ملوش دعوه يعني. مصطفى في الاخر لا مصطفى ملوش دعوه، لا طبعا انا بتكلم في تفصيله صغيره كانت ممكن تفرق. انت قصدك تفصيله زي دي تفرق في كل حاجه. ثواني خرجت ان مدرب بدل ما هو عامل جيم عالمي
ان هو اتاخر في التغييرات وان هو في تفاصيل كده صغيره الناس ما بتشوفهاش او مش هتشوفها. الناس دايما بتبقى ماسكه الورقتين، انا هتكلم هنا دلوقتي وهتكلم هنا دلوقتي. فدايما احنا انا راجل بخش اقول رايي. بس احنا يعني احنا بنتكلم عن مصطفى شوبير وخبره ان هو لو داس على الكوره انا معاك، لكن برضه خبره علي معلول خبره ما اقدرش لومه. لا ما اقدرش لومه، ما اقدرش لومه خالص على فكره. ما حدش هيقول جيب سيره مصطفى دي، انا مصطفى عمل جيم كبير جدا 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 جدا، وبالنسبه لبدايته الراجل ده بادئ يعني زي ناس عندها 30 سنه. الراجل بدا في وقت بادئ بخبره ناس عندها 30 سنه. انا بكلمك ان دايما المدرب لقطات صغيره جوه الجيم بتحوله من ان هو متاخر لان هو عبقري. تمام. طب بنفس المنطق خبرات علي معلول برضو كانت الكره دي لازم يطفشها بشماله في اخر الدنيا. خبرات عبد المنعم برضو كان المفروض تتعامل بشكل احسن. خبرات ديانج وخبرات ياسر. هو الجول مركب. انا بقول لحياتك ايه، احنا مش عايزين نروح للعيبه. انا بقول لحياتك ان الجول الخطا الاخطاء مركبه صغيره بتحول المدرب من ان هو عمل جيم كبير لان هو اتاخر وان هو ما بيعرفش يدير الماتشات الكبير. حاجات كتير قوي مش عايزين نقف عندها كتير لان الناس برضو بتاخد طيب. الكلام قوي تحوروا يعني ممكن الناس واحد يروح واخد الخبر يقول لك لا احنا نلخص ان انت قصدك عايز تقول في الاخر ان الراجل قدم مباراه كبيره وادارها بشكل كويس طبعا. جدا وان في الاهلي قدم مباراه كبيره وان الاهلي قدم مباراه كبيره وان في تفصيله زي دي او خطا من معلول او خطا من عبد المنعم خطأ مركب هو مش بعيد انا فاهم يعني الوينج ليفت ما كانش مغطي برضو تحت علي معلول لعبها قصيره عبد المنعم كان مندفع بس خطا مركب هو خطا مظبوط مركب مظبوط بس انا معاك. الناس بتحب تاخد العناوين لا احنا خلينا مصطفى قال شوبير غلط اصل مش عارف مين غلط لا 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 الناس خلينا الناس احنا وضحناها للناس بشكل كويس. طيب كابتن عادل يعني هل انت شايف انه في مباراه العوده التشكيله نبدا بنفس التشكيله وانه الشناوي مع الاختلاف ان الشناوي يبدا المباراه زي ما بيوصل لنا كده من داخل الاهلي دلوقتي والافضل ان الشناوي يبدا المباراه تمام الافضل لكم خبراته والمباراه حماية كمان لمصطفى، مصطفى لما تخرجه دلوقتي وهو في الحتة دي وهو هتفضل تحافظ عليه وهيبقى وقريب هيبقى جون مصر الأول يعني. بس هو الأفضل مش ناوي هو اللي يبقى موجود في المباراة التانية. بما إنه جاهز خلاص يعني. بالظبط. واعتقد الشناوي كان ممكن يبقى جاهز للمباراه الاولانيه لكن ما اتجازفش بيه. طب انا كان ليا راي فني في نص الملعب. احنا بنتكلم على التغيير وتاخيره، لكن احنا لاحظنا مثلا اخر تلت ساعه 25 دقيقه الاهلي كان محتاج يعمل زي ريفريش في نص الملعب، سواء يبقى في لعيب زي قندوسي ينزل زي عمرو السوليه ينزل واليو ديانج يخرج وحمدي فتحي يرد شويه ورا يدافع مع مروان. هقول لحياتك حاجه التغيير اصلا كان متحضر قبل الجول ما يجي، بس كان التغييرين اللي هو احمد عبد القادر وشريف. مظبوط. واحمد عبد القادر ده برضو جزء متنفس ليه جوه الجيم وجوه الجيم متنفس كويس. ايوه بس الدقيقه كانت 85 كنا وصلنا الدقيقه 85. هي ناس بتأدي بشكل كويس. هو هي لا هل اللعيبه اللي موجوده بتأدي بشكل كويس ولا لا؟ عندها مشكله ولا لا؟ احنا حسينا شويه اليو ديانج عنده مشكله. احنا ممكن نحس حاجات كتيره بس في الاول وفي الاخر تفصيله المدرب مختلف، رؤيه المدرب مختلف. يعني انت ما كنتش شايف ان اليو ديانج متراجع في المباراه دي؟ لا يعني حتى لو متراجع دايما المدرب ليه فكره وليه قرايه للمنافس بشكل مختلف عن بقيه الناس. تحضيره الاسبوع تحضير هو عارف اوراقه. بص هقول لحضرتك حاجه، الكوره ما فيهاش حاجه غلط. ما فيهاش حاجه صح وما فيهاش حاجه غلط، كلها صح مطلق. ايوه بس هقول لك على حاجه برضه يا كابتن عادل، ما انت برضه كمدرب ممكن تعمل تغييره تقلب لك الدنيا، ما هو ده بيبقى نجاح. ممكن ما اعملهاش والنتيجه تطلع كويسه وحضرتك تقول علينا انا وعبقري. مظبوط مظبوط، ما هو ده برضه اداء مدرب. ما هو ماشي، ما هو اداء مدرب ممكن هو احنا اتكلمنا ان حاجه صغيره ممكن تحولك من عبقري لراجل ما بتفهمش طب حاجه. انت راجل كنت لعيب عظيم ومحلل عظيم، خلينا نتكلم. احنا الناس اتفرجنا عادي، بس احنا برضو بنحس ان في ديفوهات كانت موجوده في الفرقه خصوصا في النص الاخير. يعني مثلا كهربا ما كانش قادر، كنا حاسين كده. مثلا ديانج كان في مشكله في نص الملعب، كانت دايما دايره النص دي فاضيه في اخر ثلث ساعه، كنا حاسين شويه كده. كنا حاسين ان مروان او حمدي فتحي بيدوسوش جامد قلقانين من الانذار الثالث. كنا بنحس شويه فزلكه في محمد عبد وارد يعني. بس
طب اقول لك حاجه، يعني انا قصدي اقول لك ايه في الاخر، ما انا لو الجيم خلص، انا قصدي اقول لك ايه يا كابتن عادل، وانت عندك 5 تغييرات، يعني انت كنت تقدر تعمل تعديلات. ده كان ده لو قصدي. الجيم خلص يا استاذ محمد، لو الجيم خلص 2-0 حضرتك كنت هتقول حاجه؟ لا بالعكس، بس انا كنت مش هتقول شايف، حاجه. لا كنت هشيط بيه طبعا. ما هو انا بس ما هو يا كابتن هو ده اللي احنا بنقول عليه. ما هو يا كابتن عايز اقول لحضرتك على حاجه، ما هو لما النتيجه تبقى 2-0 او 3-0، ما هو ده توقيت الاشاده، ولما اخسر مش هشيد، ولما ابقى 2-1 هتبقى اشادتي نص نص، ما هو ده الطبيعي. ما هو انت هو بتلعب عشان طبيعي تكسب. طبعا. بص بس هو انا ده قصدي يا طبيعي. كابتن، طب بعد الجون الثاني ما جه، انت بقى فرصه ان انت راجل يعني شاطر في التحليل وكلامك منطقي، بعد الجون الثاني ما جه هم بدأوا يلوشوا، مظبوط؟ يعني بدأوا مش شايفين، كل ما تدوس انت كنت بتخطف ممكن الكوره. تورس في الحته دي، انا قصدي بقى كده، بس انا هقول لحضرتك حاجه، كنت اعمل تغييره في الوقت ده احنا مثلا. جالنا فرص، احنا جالنا فرص من غير التغيير، جالنا كره كهربا مظبوط، وكورتين لبيرسي تاو مظبوط، واستحوذت على التلت صح الاخير، كده. مظبوط. فاذا فانت التيمبو شغال كويس، فانت مش محتاج تغيره، يعني ما عندكش يعني مش قادر وبعدين تفوز. بدأوا يفوقوا، ما كانش انت تعمل تغيير بقى في الدقيقة 70 75. ممكن. ده بص قصدي، هقول لك ده حاجه، قصدي هي كل تعمل بص الريفريش. مفيش حاجه غلط في الكوره، تمام. الكوره ما فيهاش حاجه غلط، بس هي احنا بنقول لو لما النتيجه تتغير، لو النتيجه ما اتغيرتش الدنيا هتبقى ماشيه كويس. بس طيب انت شايف متفائل في مباراة العودة؟ انا متفائل ان شاء الله هنعمل نتيجه ايجابيه، هنطلع بتعادل ايجابي ان شاء الله. طيب يعني ال11 بتاعتنا يا رب ان شاء الله تبقى بتاعتنا. ان انا شاء ان شاء الله الله متفائل، باذن لان احنا بنعرف نعمل جيم دفاعي كويس مع كولر، بنعرف نعمل جيم دفاعي كويس. ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل مصطفى انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نتكلم بقى بعد المباراه نهني بعض ان شاء الله ان باذن شاء الله. الله على الفوز. ماشي بشكر ماشي الكابتن عادل مصطفى نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا الاسبق والمدرب الجميل. يعني خليني اقول لكم انه كولر عمل حاجه لطيفه جدا ملهاش علاقه بالتشاؤم والتفاؤل، لكنه قال لك الفندق بتاع الاقامه بتاع السنه اللي فاتت يتغير. السنه اللي فاتت والفندق قريب من الملعب بس معقل الوداد والمنطقه المحيطه وبتاع، فالراجل طلب كده من كابتن سعد عبد الحفيظ والناس اللي هتسافر قبل البعثه بيومين يغيروا محل الاقامه الى فندق اخر يبقى بعيد عن الفندق بتاع السنه اللي فاتت، اهم من باب التفاؤل والتشاؤم ومن باب برضو منع اي نوع من احداث مشاكل او ضوضاء للفريق. معايا كابتن شادي محمد، كابتن شادي نجم استاذ النادي محمد الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. ازيك يا كابتن شادي؟ استاذ محمد ازي حضرتك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ والله زمان حبيبي، برحب بيك وبرحب بكل المشاهدين. والله زمان، يعني سمعت صوتك والله زمان، وانت كنت بتروح تخلص القصه دي تجيب الكاس وترجع انت وفرقتك. والله اديك عرفت قيمتنا. انا عارف ان انت ما بتحبش تتكلم عن نفسك. كنت بتروح تطرقع في القطن وتيجي تروح تطرقع وراك كده يعني، افريقيا كلها، مش كده؟ افريقيا كلها، افريقيا كلها دي حقيقة. والله جيل جيل وجماهير، حتى الجيل الموجود دلوقتي جيل محترم، اللي هو يوصل كل سنة موجود في النهائي، ممكن بدلك في البطولات، ممكن يكون ده بيخسر جيلكم بدلك ما عملهاش دي، ان في اخر 7 سنين يوصل 6 فاينل، مش كده؟ انتوا وصلتوا 4 ورا بعض فاينل. لا اعتقد 4 5 تقريبا، أربعة 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 أيوة أربعة سنة 2005 و2006 و2007 و2008. أيوة. بس فربنا يا رب يكرمهم. الماتش اللي جاي ده ماتش أنت صعب لعبت جدا. أكيد في الأجواء دي كتير وحافظ الدنيا، واحنا ممكن نتكلم في الاخر كلام احنا يعني ما عشناش الاجواء دي كلاعيبه، انت عشتها كلاعيبه. ايوه وان في حاجات بتتحكم ومحتاجه اعصاب ومحتاجه تركيز ومحتاجه خبرات كبيره جدا، وممكن يبقى لها تاثير جوه الملعب سلبي وممكن انت تحوله ايجابي. ايه اللي تقوله بقى في المواقف اللي زي دي وفق تجاربك انت كراجل كابتن كبير للنادي الاهلي وكسبت القاب كتير في البطولات الافريقيه؟ اولا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، لازم اللعيبه تبقى فاهمه كده كويس. اول حاجه خالص الكلام اللي بيقال عن الحكم اخر مباراه ليه تحكيميه فممكن يجي على النادي الاهلي، ده كلام عبثي منوط بيه اشغال الشارع الاهلاوي، تشتيت اللعيبه. اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي ما ينفعش يسمع الكلام ده خالص، ولازم يبقى فاهم اللي هو في نادي كبير
ومعاه اداره محترمه. ده كلام مهم ده. ومحدش يقدر يجي على النادي الاهلي لان المباراه في بتشاهد من في قنوات كتير جدا، بتشاهد من العالم كله، فبالتالي الحاجه الفجه قوي اللي انت تبقى خايف منها اعتقد اللي هي في 2023 صعب تحصل. ده وجهه نظري. الشلماني في الماتش اللي فات عمل كده. في حاجتين، في كره الشحات الاولانيه اللي في ظهره دي اتزق، دي ما فيهاش اول دقيقه في الماتش، اول دقيقه دي ما فيهاش يا كابتن شادي نقاش. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، ولمسه الايد بتاعت عطيه الله دي ما فيهاش نقاش. يعني عارف ليه يا استاذ محمد؟ عارف ليه؟ الخبره، الخبره، طريقه الاعتراض. طريقه الاعتراض ازاي كابتن الفرقه ومعاه مجموعه من اللعيبه وبيكلمه بمنتهى القوه والادب الاثنين، بمنتهى القوه والادب عشان ما اخسرش الحكم جوه الملعب من قراراته. فانا ما ينفعش ابقى بلغه الكوره حنين مع الحكم في مباراه نهائيه، لازم اكون اكتسبت لا انا قصدي اقول لحضرتك انه وارد ان حكم فاينل والعالم كله بيتفرج، فاينل افريقيا وناديين كبار جدا وتاريخ عظيم وكل حاجه، وممكن حكم يبقاش على مستوى المباراه. وارد. أيوة انا معاك، بس ما ينفعش تركيزي يبقى في ده ويتكسب. ما ترتكنش على ده تقصد. بالظبط بالظبط. تمام. افضل افكر في ده ويتقال كتير ويتكتب في السوشيال ميديا كتير ويبقى ده خلق اعذار من قبل المباراه. انا مش ده الاسلوب ولا دي الطريقه ابدا. الكلام اللي بيتكتب ده كلام فارغ واللي بيتقال ده كلام فارغ. انا لاعب في النادي الاهلي ككوره، لا امكانياتي اعلى منه. انا لو صن داونز كنت اقول لك لا فنيا اعلى من النادي الاهلي، لكن الوداد فريق بيعرف اللي عنده اللدغه الكرويه، عملها مع صن داونز وعملها مع النادي الاهلي في مباريات كتير وعملها في مباريات تانيه كتير. يبقى انا لازم اتعامل بحرص شديد، بالتزام شديد داخل الملعب، خصوصا وانا بهاجم. الكلام ده انا قلته قبل المباراه اللي فاتت. ليه؟ انا الفريق ده وصل للمباراه النهائيه اكيد عشان فريق محترم، واكيد عشان فريق فيه فنيات عاليه، زي ما النادي الاهلي كده وصل بعد نتيجه جيده جدا خصوصا امام الهلال، ثم بعد الهلال الرجاء، وبعد الرجاء الترجي. بره وجوه اداء متميز. بره ما حسيتش الاهلي كان بيلعب بخارج الارض في المباريات دي، حسيت بفريق بطل مديني ثقه كاهلاوي اللي هو قادر يحقق البطوله. طيب هل احنا في المباراه الاولى كان لينا بعض الاخطاء؟ طبعا كان لينا الحاجات المتميزه جدا ولينا بعض الاخطاء، بعض الاخطاء اللي انا وانا اتنين رتم المباراه ما ينفعش اعليه بنفس الريتم تاني، خصوصا اللي انا شايف فريق جاب هدفين في صن داونز. تمام. وبيهاجم لازم الريتم اهدي وفي نفس التوقيتات دي، خد بالك هو اللي هو بعد دقيقه 70 يعني شوالي قالها في التلفزيون، قال لك ده جاب هدفين في اخر 10 دقائق مش عارف في مباراه ايه. مظبوط. ثم سبحان الله يجي بعدها الهدف. انا لعيب لازم اشوف خبراتي. علي معلول راجع من سبرنت قوي قطع فيه 50 يارده، اروح انا اعمل له الباص وهو راجع تعبان؟ ما لازم تتاخد. تمام. دي حاجات المشهد بتاع فكره اللي انا حلل الكوره بالمشهد الاخير ده غير مقبول. في مشهد قبليه لا في باص اتعمل اتاخدت الكوره عشان هو راجع من سبرنت قوي جدا فنفسه مش فيه. فمستحيل يطلع منه بس سليم. لازم اللعيب عشان كده يقول لك تدوير الكوره مهم. اتعب اتعب الكوره، كوره هجمه ناحيه اليمين ريح الجنب ده وديها الناحيه الشمال. ده الطبيعي. النهارده مثلا الحكم انا في ريتم قوي عمال اضغط اروح ماسك الكوره حادفها في لعيب، فبدل ما هي تتلعب في دقيقه تتلعب في 7 دقائق وهم شاطرين في ده. يبقى انا اديتهم حاجه هم متميزين، اديت له هديه اللي انا اضيع الوقت. صح ولا مش صح؟ مظبوط. انا لازم اقعد كده السيناريو الاول. واحنا خدنا في جروه بطوله افريقيا كنا قاعدين مع سحالي، فماشي ده كلام جميل وكلام ورجعتوا بالكاس. مفيش مشكله ورجعنا بالكاس. جروه دي في الكاميرون، ماتش القطن الكاميروني. طيب انا قلت في احد البرامج واكرر كلامي تاني لكل اهلاوي محترم خايف على النادي الاهلي وخايف على مصلحه النادي الاهلي. واحد في مشهد امام صفاقس في رادس، لازم حضرتك الجيل اللي شافه فهو عارفه، الجيل الشاب اللي ما شافهوش يا يسال عنه يا اما يتفرج يجيب الماتش كده على اليوتيوب، مش هياخد منه دقيقتين. مظبوط. اللي النادي الاهلي كان متعادل في مصر 1-1 راح المباراه النهائيه بنفس الظروف زي ما مصطفى شوبير موجود كان احمد شديد قناوي. تمام. والاهلي ما لعبش فيه عماد النحاس
مباراه الصفاقس هناك وما لعبش فيه محمد بركات، وما ادراك ما الثنائي ده، وما لعبش فيه محمد شوقي، وما لعبش فيه متعب، ما ابتداش المباراه، اسلام الشاطر ما ابتداش المباراه، اسماء كبيره كلها بالظبط. بتتكلم في نص فرقه، انت الطبيعي ترمي الفوطه، لكن لازم تثق في لعيبتك وتثق في امكانيات ناديك وتاريخ ناديك، طالما ارتضيت تشجع النادي الاهلي. اللي انت لازم ارجع للمشهد ده، نص فريق مش موجود وربنا كرم ورجعت بالبطوله، كان سببه ايه بقى؟ اقوله لك بسرعه يا استاذ محمد. انا في ضغط جماهيري كبير جدا الوداد، اللعيب الكبير بيظهر معدنه قصاد الاجواء دي، انا مش عايزك قصاد فرقه ضعيفه تبان لي بطل وتجيب لي 3 4 اجوان، ما ده طبيعي انت في النادي الاهلي، لكن في الاجواء دي ده حاجه حلوه ليك، لان جمهور الاهلي معودك على ده، وانك تتجاوز الاجواء الصعبه وتتجاوز الفرق الصعبه وتكسب البطوله من جوه الصعوبه دي. اعمل ايه بقى استاذ محمد؟ نصيحتي العب في الاول ربع ساعه على تدوير الكوره الايجابي، بعيد عن مناطر الخطر، لان هينزل ضاغط. انا ما اروحش اضغط، انا لا، العب متوازن زي ما عملت مع الرجاء، قفلت مفاتيح اللعب، خلي اجبرته على ليه يلعب الكوره الطويله وفرقه الرجاء ما بتلعبش كده. تمام. فانت تمسك الكوره تنقل كتير، جمهور الكوره المحترم يسقف للحاجات دي، فاللي هو تجبره يسقف لك ده لعبته بتحس بالخوف. تمام. انا لازم انا اوصله بقى بدي سيناريوهات كره القدم، مش محاضره وكلام داخل اوضه اللبس قبل المباراه. في مباريات الكلام خلص، خلق الدوافع هو الاهم، خلق الحافز هو الاهم، لعيبه تتكلم مع بعض ومع المدير الفني، اول ربع ساعه هنعمل كذا، هتعدي النص ساعه نعمل كذا، طيب احنا ما جاش هنقفل ازاي، ما يجيش فينا ازاي، ندور في وقت ما من ثغرات لما المدير الفني يبقى شايف يبقى فاهم اللي اتفقنا عليه هننفذه دلوقتي مثلا. لكن اللي انا العب كده عادي بقفل كويس من غير كلام وبتاع، طب ما احنا عملنا كده مباراه الرجاء، لكن كان في سيناريو محترم وحسيت ان فرقه النادي الاهلي مستحيل يجي فيها هدف في مباراه الرجاء. تمام. مستحيل. فانا لا، لازم نثق، ارجعوا للتاريخ وشوفوا المباراه اللي بقول لكم عليها والنواقص اللي فيها، ارجعوا لتاريخ ناديكوا طول الوقت، وثق في لعبتك وادارتك ومديرك الفني، ثق اللي هم هيتصرفوا وهيتابعوا كل حاجه، سواء مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ او مجلس الاداره مع المحترم الخلوق كابتن محمود الخطيب، مش هيفوت النادي الاهلي حاجه تاني بعد اللي حصل السنه اللي فاتت. كابتن شادي، بنسبه كام في الميه الاهلي بطل البطوله ال 11 ان شاء الله؟ بالنسبه لي كاهلاوي ان شاء الله 100%. تمام. ان شاء الله. تمام كابتن شادي، انا بشكرك شكرا جزيلا، وانا مع الكابتن شادي محمد بنسبه 100% ان شاء الله باذن الله، لان الاهلي يستحق والاهلي استثنائي. خد بالك الاهلي استثنائي. قبل ما اسمعكم الاهلي استثنائي، كابتن محمود الخطيب سيرافق البعثه، اللي هيترأسها الكابتن حسام غالي وفق الصفحه الرسميه للنادي الاهلي. اعلنت ان الكابتن حسام غالي هيكون رئيس بعثة الاهلي في المغرب، وان الكابتن حسام دلوقتي بيعكف على الاطمئنان على كل الامور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة. الفرقة طبعا الكابتن محمود الخطيب كمان سيرافق البعثة ان شاء الله في سفرها يوم عصر الخميس، كنوع من المؤازرة طبعا والتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الإفريقية وإسعاد الجماهير. الأهلي الاستثنائي، حقيقة الأهلي الاستثنائي على مستوى أفريقيا، اللي يتضايق يتضايق واللي يتبسط يتبسط، إنما الأهلي استثنائي ولازم لعيبته تعرف إن الأهلي استثنائي. عندي حاجتين الاول وبعد الاخبار كده عايز اقولهم. الاول عايز اقول لكم انه يعني في مؤتمر صحفي المفترض لفيتوريا بكره هيعلن ال 24 لاعب بتوع قائمه المنتخب الاول عشان مواجهه غانيا في تصفيات افريقيا. المباراه هتقام في المغرب في مراكش يوم 14 يونيو، يعني بعد الاهلي والوداد بثلاث ايام.
فيتوريا هيختار 6 محترفين من 7 اللي اعلنهم، ففي الاغلب سام مرسي مش موجود. في 8 لعيبه من النادي الاهلي، في ممكن 3 من الزمالك هيبقوا موجودين، ممكن يبقى في 3 4 من بيراميدز، هيعلن كل الاسماء بكره يعني. يعني محمد رضا بوبو ممكن يبقى في القائمه الاحتياطيه من فيوتشر، مش هيبقى في القائمه الاساسيه اللي هتسافر لا قدر الله حد اتصاب حصل مشكله، يبقى موجود على القائمه الاحتياطيه. المعسكر هينطلق يوم 10 يونيو هنا في القاهره، والفرقه هتسافر يوم 12 استعدادا للمباراه اللي هتقام يوم 14، تنتهي المباراه نرجع المنتخب تاني عشان عنده مباراه جنوب السودان ان شاء الله يوم 18 يونيو. أثيرت القصة بالمناسبة يعني امبارح اتكلمت مع الكابتن وليد العطار مدير الاتحاد في قصة السفرية بتاعت المغرب والأزمة اللي بين رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد والسفر ومين يسافر ومين ما يسافرش، وانه يعني مع حفظ الألقاب طبعا خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد كده كده مسافر عشان بعثة المنتخب مباراة المغرب، فبالتالي كان هو يبقى رئيس او هو اللي يبقى متواجد كممثل لاتحاد الكرة المصري في المباراة بتاعة الاهلي في الفاينل، وان جمال علام مفترض كان يبقى موجود في السعودية في البطولة بتاعة الكرة الصالات. القصة اللي اثيرت يعني في الفترة الاخيرة، لكن فوجئت بكلام يعني، وانا بحب باستمرار الواحد لما يتكلم او حتى ينتقد، ينتقد عن حق مش ينتقد لحد على حساب حد. يعني ما ينفعش اوجه انتقاد لخالد الدرندال عشان ارضي جمال علام، اوجه انتقاد لجمال علام عشان اجامل خالد الدرندال، ما ينفعش يعني، ده ما يبقاش انتقاد يعني. انما اللي انا اعرفه عن خالد الدرندالي برضو عشان يبقى الحق يقال، انا اكملت الجزء ده وقفلته، انه سمعت حد يقول لك ايه، اصله خالد الدرندالي عايز يروح الماتش بتاع الاهلي عشان يعلم على مجلس الاهلي. مش فاهمها دي، يعني ايه يعلم على مجلس الاهلي؟ يعني مجلس في بيترأسه كابتن محمود الخطيب، موجود فيه العمري فاروق مع حفظ الالقاب طبعا لكل الناس يعني، وخالد مرتجي ومحمد شوقي الدكتور شوقي وحسام غالي طبعا ومهند ومجدي وطارق انديل وكل الناس دي، محمد سراج والضماطي والجرح وكل الناس دي، مش عايز اكون ناسي حد يعني. يعني اتعلم يعني ايه خالد درندلس وعايز يسافر عشان يعني الكاميرا مثلا اللي بتصور المباراه مثلا، يعني هتلاقي خالد الدرندلي قاعد في المقصوره، فهتصور خالد الدرندلي مش هتصور الخطيب ومش هتصور العامري ومش هتصور طارق انديل ومش هتصور محمد شوقي لو سافروا الناس دي. يعني الكلام لما بتسمعه اللي يقوله يحاول يبني بيه نظريه مؤامره مبنيه على انتخابات الاهلي اللي كان خالد الدرندلي نازل فيها، كان قدامه خالد مرتجي في امانه الصندوق. طب انتخاباته خلصت يعني، موضوعه خلص اتقفل يعني، وقتها اتقفل، وكل مكان هيتواجد فيه خالد الدرندلي بصفته نائب رئيس الاتحاد، بلاش بصفته نائب رئيس الاتحاد، مش راجل اهلاوي يعني. نفرض الاهلي بيلعب في اي حته والراجل عايز يروح يشجع النادي بتاعه، ايه المانع يعني؟ يعني مش فاهمها يعني. يعني ببص على الحاجات دي بندهش، لان الاهلي مفترض ما فيهوش الكلام ده يعني. الاهلي اكبر وارفع واميز منه الكلام الصغير ده يتقال جواه، خد بالك يعني. الحاجة التانية اللي انا اعرفه ان خالد الدرندلي بيسافر على حسابه، اللي انا عارفه انه مسافر المغرب على حسابه، واللي قال لي كده على فكرة ناس من اتحاد الكورة، انا كنتش اعرف المعلومة دي والله. يعني بيقول لك ان هو لما السفرية بتبقى مش طيارة خاصة، يعني لو مسافر بيترأس بعثة لاي حد بالمنتخبات او في اتحاد الكورة بطيارة خاصة ماشي، لكن لو مش طياره خاصه بيسافر على حسابه، لو هو مش يعني لو مرافق او حاجه يعني. قالوا لي عمل كده السنه اللي فاتت في المغرب، طب ما كان موجود خالد الدرندلي السنه اللي فاتت في الفاينل بتاع الوداد برضه، وكان موجود جمال علام على فكره، سرق الكاميرا يعني؟ راح اعلم يعني على الاهلي هناك؟ ايه الكلام ده؟ يعني لما بقعد اسمع الكلام ده بصراحه بندهش جدا. الدرندلي ما سافر على حسابه السنه اللي فاتت، وسافر الكويت على حسابه في بطوله في الماتش بتاع بلجيكا اعتقد ومنتخب مصر، والكلام ده على فكره ناس في الاتحاد قالوا لي عليه يعني. ناس يعني قالوا لي عليه اللي هم بيطلعوا التذاكر كمان، قالوا لي هذا الكلام، فكلام عبثي يعني. يعني الدرندلي يبقى موجود في ماتش الاهلي، مش انه يبقى موجود وجمال علام موجود، وانا ما بقولش يبقوا الاثنين موجودين او مش موجودين، دي قصتهم في الاتحاد مش قصتي يعني، لكن انه اتقال ان خالد الدرندلي رايح علشان يعلم على الناس في الاهلي
وتقوم زارع كده فتنه جوه القصه دي بين الناس بتاعت الاهلي مع الدرندلي مع سين مع صاد، هذا الكلام غير صحيح ولا يليق اصلا انه يتقال. يعني ما يليقش اساسا بالاهلي انه يتقال في الاصل يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه وما حبيتش اتكلم فيها وقت ما حصلت في المؤتمر بتاع كولر، طلع حد يعني سال سؤال كلمة انجليزي كلمة عربي مشكل يعني سؤال مشكل يعني، ثم هجمت رابطة الأندية وهجمت معرفش مين وهجمت مين، وده مش صحفي وانه ده كذا وانه ده كذا وصورة مسيئة ماشي. يعني انا معاك انه شكل انه 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 شكل السؤال مسيء، وانه الناس اللي تبقى موجوده لازم تبقى عندها الحيثيه الرسميه عشان تبقى موجوده في المؤتمرات الصحفيه اللي زي دي يعني. لكن ده مش معناه ان الرابطه فاشله او مش بتادي دورها مع الصحفيين. يعني الرابطه اذا كانت دي غلطه من كم مؤتمر صحفي اتعمل كتير، والحقيقه الرابطه في البعد ده بالذات مقدمه دور كويس جدا مع الزملاء الصحفيين في تصاريح الدخول دخول الماتشات، ما بسمعش مشاكل يعني. على مدار سنه دلوقتي محدش كلمني قال لي يا استاذ محمد والنبي كلم النائب احمد دياب، هو معايا على فكره في مجلس الشيوخ يعني صديق ومعايا في المجلس يعني، طب كلمه علشان خاطر مثلا مش عارفين ندخل او مش عارفين نخرج او في مشكله او في كده، ما بيحصلش الحقيقه يعني. انما وارد تحصل خطا، وارد يعني وارد يعني لكن احنا خدنا الموضوع ولقيت حواديت وقصص ومشاكل وازمات يعني فوق الحدث يعني اكبر من الحدث. خطا حد دخل خطا خلاص ما يخشش تاني، شكرا خلاص الموضوع خلص يعني. تالت حاجه المشهد بتاع الجول امبارح بتاع احمد سيد زيزو، وما رضناش نتكلم فيه امبارح لما الكوره جت في وش اللعيب بتاع الاتحاد وبعدين رجليه لفت تحت رجليه لفت على الارض رجليه لفت على الارض ووقع اهي. بص الكره دي اهي، دي اسوأ لقطه في الدوري المصري السنه دي، دي اسوأ لقطه في الدوري المصري السنه دي. وعايز اقول لك احمد سيد زيزو اللعيب الكبير مش بس كبير باللعب، لا ده كبير كمان بالمواقف اللي زي دي. واوعى تاخده ان المواقف الاخلاقيه لا قيمه لها لما تكون مصلحتي ان فوتها. لعيب الاتحاد وقع وجاله التواء في رجليه، كان لازم احمد سيد زيزو يبقى نموذج للعيب الكبير وقدوه لانه اسم كبير ولعيب كبير فعلا، كان لازم يبقى قدوه وياخد الكره دي. هوريكم لقطه من على السوشيال ميديا للعيب حكم حسب له بينالتي اهي. بص لا مش دي اهي، والحكم حسب البينالتي عمل ايه؟ عمل ايه اللعيب؟ قال له مش بينالتي. وريني بقى اللقطه اللي بص انا بقى انا بس بهدي اللقطات دي لاحمد سيد زيزو يعني، اللي قبليها بقى اللي هي اللعيب اتصاب وطلع الكره اوت. بص 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 اللعيب جه يرجعها رجليه، بص بص ولا هيجيب جون اهو خلاص. طبعا في مئات اللقطات اللي زي دي، وعندنا ناس بتعمل كده في الدوري وناس ما بتعملش كده في الدوري، ودي بنختلف الاراء فيها ودي تختلف الاراء فيها حسب العاطفه وال لانه الجوانب الاخلاقيه ما بقتش تاخد مساحه كبيره عندنا. يعني احنا نقعد نتكلم دلوقتي على كرة اوف سايد ولا كرة جول ولا كرة معرفش ايه اكتر بكتير جدا من ان احنا نتكلم على الموضوع ده. يا احمد يا سيد يا زيزو هذا موقف، هاتولي كرة زيزو كده، يستحق الاعتذار. هذا موقف يستحق الاعتذار منك للنادي الاتحاد السكنداري واللعيب الاتحاد السكنداري ولكرة القدم ولجمهور كرة القدم. تعتذر او ما تعتذرش انت حر، لكن هذا موقف يستحق الاعتذار واللاعب الكبير بالتصرفات بجانب الاداء الفني في الملعب، لكن التصرفات لها دور كبير جدا. ده هذا اسوأ مشهد هذا الموسم الكرة دي، والزمالك على فكرة ممكن كان يكسب 2-3-4 مفيش مشكلة يعني،
مش مبرر خالص يعني. نزل خبر وعشان كده انا معانا الكابتن حسام عبد الفتاح. مصدر بيقول ليلا كورة مملكة سيما مرتبط بعقد احتراف مع الكاف حتى 2024 ولا ينوي الاعتزال. كابتن عصام عبد الفتاح خبرنا في التحكيم وعضو طبعا لجنة الحكام في الكاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم، خبرنا الدولي الكبير. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا استاذ محمد، ومساء الخير على كل مشاهديك الكرام. وحشنا ومرتاح مننا بقى ويعني الحمد لله، فضل ونعمة الحمد لله. ومش راجع تاني، ده احنا مفتقدينك. لا لا مش راجع تاني خلاص، بتمنى لكم التوفيق وكل التوفيق للتحكيم المصري والكره المصريه الحمد لله. ده احنا مفتقدينك بقول لك. الله يخليك يا استاذ محمد، الله يخليك. الله يخليك. بالتوفيق يا كابتن عصام طبعا. الله يخليك. الله طبعا يعني انت صحيح مش موجود معانا في الاتحاد، لكن انت ليك دور بارز طبعا في تطوير التحكيم على المستوى القاري دلوقتي كعضو في لجنه الحكام الرئاسيه في الكاف. وانت يا كابتن مفترض مسؤول بقى عن حكام شمال افريقيا فنيا، ولا دورك ولا عضو للتحكيم كله في القاره ولا ايه عشان نبقى فاهمين؟ عضو للتحكيم كله في القاره ومسؤول تحكيم شمال افريقيا كمان. تمام، مسؤول بمعنى ايه بقى؟ مسؤول في كل حاجه، بناء التطوير الفني يعني متابعتهم اذا كان في دورات تدريبيه. بالظبط بالظبط بالظبط. تمام، والمتابعه دي بتتم ازاي؟ هل بتسافر تتفرج عليهم؟ هل بتعمل لهم مثلا تجمعات؟ بتبقى ازاي؟ عندنا دورات كتيره في اتحاد شمال افريقيا، بيحضروا دورات في الكاف ومعسكرات في الكاف. وعندنا دورات كمان من خلال الفيفا في بلادهم، بنروح لهم بلادهم من خلال دورات اسمها ام اي كورس بيعملها الاتحاد الدولي، بنروح كمان نعمل هذه الدورات وبنتابعهم من خلال مبارياتهم في الدوري. انت بتتكلم على حكام بقى مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا مش كده؟ والسودان معانا؟ لا السودان مش معانا، ولا موريتانيا كمان مش شمال افريقيا، الاثنين دول مش معانا. اوكي، بس انت اللي انا قلتهم دول مع ايه معاك؟ معانا. معانا. تمام تمام بالضبط. وبتتواصل بقى مع الحكام بعيد حتى عن الماتشات؟ يعني ممكن تتكلم يعني مثلا بدي اي مثال، ممكن تشوف ماتش مثلا بما ان مصر شمال افريقيا، حكم زي قمر الدوله مثلا. هو دولي قمر الدوله؟ لا مش دولي. يعني لو موقف زي بتاع امر الدوله ده حكم دولي مثلا عمله، انا بدي اي مثال يعني، هل ممكن يا كابتن لو حتى حصل في تونس، بلاش عندنا عشان الاحراج، هل ممكن تكلم الحكم تقول له كذا وده غلط، خلي لازم تعمل كذا او كذا او كذا؟ لاني مش مسؤول، فبستشعر طبعا الحرج، فبكلم ممكن المسؤولين اللي هو رئيس لجنته في الاتحاد بتاعه. بالظبط. ممكن نتكلم، لان اصلا كمان في حالات بتوصل للفيفا، يعني الحاله دي بالذات مش عشان حاجه يعني، وصلت للفيفا واتناقشت في الفيفا في كاس العالم في الارجنتين دلوقتي. بتاعت امر الدوله؟ طبعا. ده بقى امر الدولي، بقى امر الدولي. لا عادي. الاخطاء كلنا مش نستفيد منها، يعني احنا برضه مش عاديه دي يا كابتن، مش عاديه. عادي، الاخطاء بتحصل في كل مكان، لكن يعني ما انا هقول لك يا استاذ محمد حاجه. مش عاديه يا كابتن، ده خطا واضح جدا. احنا الحقيقه دلوقتي انا خارج دلوقتي المسؤوليه ومش راجع تاني لحد يفهم حاجه تاني. تمام. لازم نتعلم من اخطائنا. احنا مصممين على نخلط، مصممين ان احنا نقلل من قيمه التحكيم، مصممين ان احنا ما نطورش التحكيم بالشكل الصحيح. خلي بالك احنا في مصر بنتكلم على التحكيم بشكل غلط جدا. يعني انا مثلا ادي لي يومين بسمع كلام غلط جدا على التحكيم في مباراه الاهلي مثلا والوداد. الناس عارف اللي هو الحكم اللي هو معتز ابراهيم اللي هو الشماني. معتز على فكره من عندنا من شمال افريقيا، لان ليبيا تبع شمال افريقيا. ليبي طبعا. احنا يعني الناس مش فاهمه حاجه، ان لو ترجع بس للسنه اللي فاتت كله كان بيتكلم على الحكام الكبار في افريقيا، كفايه عليهم كده، هاتوا لنا وجوه جديده، فاحنا غيرنا كل الناس القديمه. انت في ناس كتيره ما بتشوفهاش دلوقتي خالص، صح ولا لا؟ لسه هقول لك، في اسماء غابت السنه دي فجاه كده، مش موجوده خالص. وقلنا نطلع الصف الثاني. لسه الخبرات دي حقيقه، ولكن الناس لازم تساعد. ان اكيد انت بس ده فاينل يا كابتن، برضه الخطا فيه بيبقى مؤلم. برضه ما هو الخطا ماشي، بس احنا خلينا نيجي، انا مش هتكلم دلوقتي على الاخطاء، خلينا نتكلم على التجربه. انا شايف التجربه ناجحه بشكل اكثر من 90%. لكن عاوز اتكلم على الاخطاء، نتكلم في الاخطاء. ما عنديش مشكله. طيب الاول انت بس يعني قلت لي بتاعت امر الدوله راحت الفيفا، هم كانوا شايفينها ايه يعني؟ يعني كان تقييمهم ايه للخطا وليه راحت الفيفا؟ راحت لاني حاله خدت جدل كبير، وكمان
الفار عاتل وكمان 15 دقيقة وكمان الفار بيرجع ونستنى 15 دقيقة ونروح نشوف الحالة وكمان 25 دقيقة وقت ضايع وهو أصلا مش 25 دقيقة الوقت اللي وقف فيه الماتش ده مش وقت ضايع لأن مفيش ماتش ده الوقت ده بيحتسب خلال المباراة وهي شغالة هو ده باقي وقت المباراة ثم أضاف إليه الوقت الضايع بالظبط فيعني فكانت فيها حاجات كتيرة جدا الوقت الضايع والفار يعني هو ما كانش يرفع اللافتة ب 25 دقيقة طبعا. وكان يستنى ما يخلص وقته وبعدين يضيف 10 يعني دقائق يعني مثلا دقائق. هو وقف في الدقيقة 72 مثلا وقف مثلا 25 دقيقة مثلا يلعب ال 25 دقيقة الأول لا يلعب لا 72 هيلعب ايه يا استاذ محمد هيلعب ال 18 دقيقة برافو عليك وبعدين يكتب بقى يكتب يقول 10 دقائق وقت ضايع مثلا بالظبط هيحسب بقى ال 72 كان كام وقت ضايع وال 18 دقيقة كان كام وقت ضايع لكن ما يضيفش ال 18 على الضايع يبقى 25 مستحيل طبعا ده خطأ برضه ده ليه احنا عاوزين نقول احنا الحقيقة يعني ودي نصيحة لأن أنا بره ولأني مصري احنا بندمر التحكيم المصري من وقت وجود كلاتنبرج لم انت عارف يعني ايه يا استاذ محمد انت ابنك ما يروحش المدرسه ولا يوم وعاوز ينجح طب ينجح ازاي يعني كلاتنبرج ما اداش محاضره واحده وانا كمان بنصح مستر بريرا لا انت مش انت جاي خبير مش جاي اداري لازم تدي محاضرات لا يعني انا مش عاوز اقول كلام صعب يعني لكن انا ما بهجيش لا يا كابتن قول حطنا في الصوره ما احنا ما نعرفش يا كابتن انت بتقول انا مش في المسؤوليه ومش راجع فانت انت بتقول دلوقتي النصائح بصفتك لا انا بقول للاستاذ جمال علام والمسؤولين عن ملف كره القدم بقول لهم لا انتوا بتدفعوا ملايين حرام دي تروح كده 20,000 دولار تقريبا في الشهر ايا كان يعني مارك كان بياخد بس في دي 40,000 دولار غير الفندق وغير وغير وما اداش محاضره واحده للحكام 40,000 دولار في الشهر كلاتنبرج كان في ايده في مرتب ليه 40,000 دولار وده اللي قالوا الناس مش انا تمام ده غير الفندق لا يعني احنا بلد كبيره يا استاذ طب انت بتقول لي بريرا مش جاي اداري هو بيعمل ايه ما بي هو يعني انا ما اعرفش لان هو ما بيحضرش لحد دلوقتي اديله 4 شهور او 3 شهور ونص لازم يحضر الحكام ويصلح الاخطاء ولا محاضره ولا قعده ولا كلام فني يا استاذ محمد انا سمعت من الحكام نفسهم من خلال السوشيال ميديا والاخبار يعني امر الدوله الاخطاء دي مثلا ما جابوش وقعد واتكلم وفتح الماتش وعمل وسوى لازم نعمل ده انا عرفت ان هم عملوا مره تحليل والناس اتخانقت في التحليل فلغوا التحليل بكلمك بامانه والله انا بكلمك بامانه لا لازم يبقى لازم الراجل ينزل الملعب يدي تدريبات عمليه في الملعب انا جايب خبير يعني تكنيكال مش اداري ده لما اتخانق حكم محمود دسوقي تقريبا مع احمد ابو العيلة في اللجنة ايا كان لازم كمان انا سمعت قصه زي كده لازم يبقى في ضبط ورابط ازاي ده يحصل وانا موجود كلمه حكام وازاي اتلغى التحليل كلام مش منطقي طبعا يعني هو حد يصدقه ولازم يكون في نوع هو الراجل بيروح يقعد يستمع لا لازم تشرح لازم تقول انا جاي لازم يكون في خطه لتطوير التحكيم واضحه يعني انت تقييمك للتجارب بتاعه الاثنين حتى الان سلبي 100% 100% حتى اراء الناس كده حتى اراء اللي بيشتغلوا معاه كده بس هم ما يقدروش يقولوا يعني لان يعني لكن القصه صعبه بامان انا بقول كمصري سيبك من ان انا كنت حكم او اللي بيحصل في التحكيم المصري ده صعب طب هرجع تاني يعني الفيفا ناقش القصه بتاعت امر الدوله لانها حاله غريبه وعملت جدل وازاي نستفيد منها في المستقبل وكان رايهم ايه فيها يا كابتن يعني هما كانوا مندهشين قال لك ازاي دي تحصل اصلا في بلد زي مصر وتحكيم زي في مصري ولا هو إيه؟ طبعا يعني لان حاله كانت مثيره طبعا اكيد اتكلموا في هذا الجانب واتكلموا في الجانب الايجابي ان ازاي نستفيد من هذه الاخطاء طيب هل اللعبه كان يستأنف بالهدف او يكون ولا تبقى اسقاط طبعا القانون واضح اسقاط والبروتوكول واضح ان اسقاط الامان مفيش هزار يعني وعلى فكره انا مش بعيب على نادي الامر الدولي على فكره هو من الحكام الكويسين جدا لكن انا بعيب ان مفيش تثقيف ما زي ما قلت لحضرتك ابنك مش هتوديه ولا يوم طب يا كابتن بس ده برضه وعاوزه ينجح مفيش ماشي يا كابتن ما هو ده صقل الموهبه ماشي بس خد بالك ده الف ب قانون يعني يا استاذ محمد لازم الحكم يكون فاهم ده يعني الكوره ما تيجي فيه اسقاط يعني. لما هتدلع ابنك ومش هتخليه ماسك الكتاب ومش هيركز مش هيركز يا استاذ محمد خلينا نكون واقعيين طيب فانت مش راضي على التحكيم المصري دلوقتي مش قصه مش راضي انا بدي نصايح انا يعني حتى مش هقول انا راضي ولا مش راضي بس انا بدي نصايح للناس ان ده مش صح ان احنا دينا مرحله ماشيين يعني صعب طيب يعني
كان في تحفظات كتير على اداء معتز الشلماني في في الفاينل، وانت قلت لي لو عايزنا نتكلم على الاخطاء هتكلم. ما عنديش مشكله، انا عاوز اتكلم بس على شيء مهم يا استاذ محمد. اتفضل يا كابتن. احنا عندنا محللين كتير بس عندنا عدد قليل لا يعد على اصابع الايد الواحده اللي بيفهموا اللي بيفهموا ده اللي مش بيفهموا بس ده كمان يعني مش عاوز اقول لك انما لما اطلع اشكك في اداء الحكم من ناحيه الامانه لما اتكلم في القانون بشكل غلط ده عيب. عيب ليه؟ بص والله العظيم كلنا انت واي حد طبعا كنا عاوزين النادي الاهلي يكسب بنتيجه اقوى طبعا، وعايزين العداله في الاخر وعاوزين بالظبط يعني. وان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يرجع بالبطوله ان شاء الله حقيقه يعني الله. ولاننا كمصريين طبعا لازم يعني حاجه هتشرفنا، حتى تشرفنا لما نخرج بره ونقول ان احنا بنكسب وان احنا منتخبنا وفرقنا ده شيء يشرفنا كمصريين، انما لما تيجي تتكلم عن حق وعدل لازم تكون عادل، حتى لو هتتكلم على منتخب بلدك وهو بيلعب ماتش مع اي دوله تقول الحق، تتكلم بالحق في تحليل التحكيم، ما نضحكش عن عاوزين نجامل بلدنا نجاملها بس في الحق مش في الباطل. ده اللي انا عاوز اقوله، وده دور الـ 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 المحلل انه يكون طب امين. انت يا كابتن كراجل دلوقتي مسؤول حلل لنا، يعني احنا برضو يعني شفنا لقطات يا كابتن من وجهه نظرنا واضحه جدا، يعني الدفع حسين الشحات من ظهره من الباك بتاع الوداد كانت واضحه، يعني حسين مديله ظهره وده الراجل دخل فيه كان عنده تهور في اللعبه دي. طيب انا هتكلم في اللعبه دي هاتوها لنا يا شباب، هاتوها لنا يا شباب من كمان الزاويه اللي هي واضحه دي وفق القانون. انا بس يا ريت لو اللقطه عند حضرتك هحللها وفقا للقانون مش لاي شيء اخر. تمام يا كابتن. واولا هتشوف لاعب المغرب الكره كانت ملعوبه خارج منطقه الجزاء عاليه، لاعب المغرب بيجري وبيبص على الكور، حسين السحات قطع طريقه راح في طريقه ما راحش في طريق الكور، فحسين الشحات هو اللي انشا الخطا فهنا ما فيش شكل جزاء، دي شهاده قدام ربنا ربنا يحاسبني. طب احنا معانا الكره اهي، ادي الكره اهي. بص بقى شوف لاعب المغرب باصص فين، باصص فوق الحمد لله، يعني مش بس حسين الشحات رايح للكوره، مين اللي راح في اتجاه لاعب المغرب؟ المدافع المغربي حسين الشحات. ازاي تبقى بنت؟ انا بس بسال الساده المحللين يعني ايه امبيدنج ذا بروجريس فان بونس، هما الاثنين خد بالك باصين فوق على الكوره، يعني ده برضه ماشي داخل بس انا رايح فين؟ لاعب المغرب رايح فين؟ على الكوره، حسين عاوز يقطع، طب انا اعمل ايه؟ انا كلاعب المغرب اعمل ايه؟ ده انت اللي جيت لي، انا رايح في طريق ماليش دعوه بيه. تمام. انت اللي قطعت عليا الطريق. فهنا مفيش خطا. تمام. واتفق مع قرار الحكم ومع الفي ار. تمام، طيب خلاص دي اوكي. ده رأيك يا كابتن. انت مقتنع يعني ولا لا؟ لا انا في الاخر يا كابتن انت حضرتك المحلل التحكيمي. لا انت مقتنع باللي بقوله ولا تمام. هو الولد باصص فوق فعلا بتاع الـ 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 المغرب يعني واضحه يعني، لكن في الاخر حضرتك اللي بتحلل، انت الادرى يعني بالشان التحكيمي. الكره طيب بتاعت حسين برضو اللي هي اتقال انه داس على صباع رجله هناك دي، يعني احنا بنقول داس على صباع رجله، شايفها ايه؟ احنا بنقول اصبع رجله يعني ماشي. مجازا ماشي، يعني هو داس على رجله يعني ماشي ماشي. هو الحقيقه في لقطه في الفار، احنا دايما في الفار بنجيب افضل لقطه ذا بيست ايميج، افضل صوره عشان نحكم عليها، اوضح صوره يعني، اوضح صوره اللي جت ان لا يوجد احتكاك اطلاقا اطلاقا، بقول لك وانا يعني متاكد 100% بين وبين حسين الشحات. بالظبط بالظبط. فهنا لو حتى الفار اخطا وتم استدعاء معتز وشاف اللقطه دي كان هيرجع مش بركله الجزاء، وكان ممكن يرجع بانذار لحسين الشحات للتمثيل للتحارب. فاذا دي كمان ما فيهاش خطا للامان. تمام. طب الكوره بتاعت عطيه اهم كوره بقى، اهم كوره بتاعت عطيه الله بتاعت لمسه الايد لما كان هيروح ينفرد بيرسيتاو. ممتاز. طيب احنا عندنا حاجه اسمها الفرصه المحققه لاحراز هدف. تمام. لو اللاعب اللي عنده فرصه محققه لاحراز هدف تمت اعاقته او ارتكاب خطا ضده بيطرد اللاعب مباشره طالما الخطا كان خارج منطقه الجزاء في جميع الاخطاء، لان احنا عندنا زي ما انت عارف لمس اليد
دي منهم الدفع المسك، دول طرد داخل او خارج منطقه الجزاء، ولكن الحاجه الغير طرد فقط داخل منطقه الجزاء اللي هي التنافس على الكره، بندي بلنتي وانذار فقط، بنخفض شويه العقوبه. طبعا دي حصلت خارج منطقه الجزاء وفي نص ملعب النادي الاهلي. تمام. هي القصه في ايه بقى؟ ان احنا عندنا اربع اعتبارات، عندنا اتجاه الكوره، كان صح اتجاه الكوره كان رايح في اتجاه مرمى الوداد، عندنا المسافه، بس هنا المسافه كانت كبيره قوي، بس لازم نربطها باشياء اخرى، لازم نربطها السيطره موجوده برضو، نروح للحاجات السهله، السيطره كان اللي هيسيطر على الكوره الاول فعلا كان بيرسي تاو، يبقى اثنين من الاربعه موجودين. تمام. لكن باقي اثنين اللي هم التمركز المدافعين، هو كان اخر مدافع عطيه الله خلاص، لا سيبك من اللي ارتكب الخطا ده، مش هنشيله من الصوره خالص، المدافعين كانوا قبل بيرسي تاو. بالظبط. طيب هنربط المسافه الكبيره دي بموقف بيرسي تاو، موقفه ايه؟ يعني هل بيرسي تاو، انا اقول لك حاجه واحده بس، كانت تبقى الكره دي طرد 100%. لو بيرسي تاو كان بيجري في اتجاه مرمى الوداد، لو كان بيجري يعني بيجري من الحركه في اتجاه مرمى الوداد، طرد 100%. فين يا ابني الكوره يا ابني، ما انت بتجيب الجون. كان، لكن بيرسي تاو كان مواجه، كان واقف ومواجه لمرمى النادي الاهلي، فاذا كان هياخد وقت انه يلف، مش وقت كبير عشان يواجه مرمى الوداد، لكن لما يبدا في الجري هياخد وقت عشان يجري باقصى سرعته، ده شيء طبيعي. وكان المدافع بتاع الوداد للامانه في المسافه الكبيره دي كان يقدر ينافس على الكوره. فهنا في جزء واحد، في اعتبار واحد مش موجود، فنروح للانذار وليس الكارت الاحمر. انت اعتبرت انه تحرك بيرسي تاو واتجاه جسمه بالظبط، وكان ثابت. يعني ما كانش متحرك، انما لو كان مواجه لمرمى الوداد وبيجري، 100% اقول لك كارت احمر، ما كانش حد هيلحقه، 100%. امال ايه تحفظاتك على الشلماني في المباراه دي يا كابتن؟ بالظبط، اقول لك يا كابتن بكل امان، انا شايف انه كان هادي جدا، كان لازم يكون اكثر حزما مع اللاعبين. دي النقطه اللي احنا هنكلمه فيها بامان. ان هو لازم يكون اكثر حزما مباراه زي دي. هو كان عاوز يبقى هادي ويمتص غضب اللاعبين، ولكن مش يعني مش بالطريقه دي. كان لازم شويه يكون اكثر حزما، ما يكونش هادي بالهدوء اللي كان فيه ده. احنا عاوزين الحكم يكون هادي عشان يبقى تركيزه اعلى ويمتص غضب اللاعبين وكل القصص دي، ولكن في بعض المواقف لا، كان لازم يكون حازم في التعامل مع بعض الاعتراضات من كلا الفريقين. ده تحفظك عليه، لكن مفيش قرارات انت شايف كان لها تاثير على المباراه ونتيجتها؟ للامانه لا. تمام. طيب دلوقتي بملكة سيما هو اللي هيدير مباراه العوده. تمام. واتقال كلام كتير عن اختياره. تمام. وحضرتك اكيد مشارك في اختياره لان انت عضو اللجنه الرئيسيه. تمام. مظبوط كده؟ وبعدين شفنا انه اخر ماتش ليه وهيعتزل التحكيم. وبعدين شفنا خبر تاني انه بملكة سيما لا، ده مرتبط بعقد احترافي مع الكاف لغايه 2024 ومفيش اعتزال. قول لنا بقى القصه وتقديرك للي بيتقال ده كله. احنا قرينا هنا في الاعلام يا كابتن محمد ان الراجل اخر ماتش ليه وده تكريم ليه وهيعتزل التحكيم بعد كده. لكن اللي عاوز اقوله عنه الاول يعني انه حكم امين 100%. الكلام انت بتقوله بقى الجمهور الاهلي بتطمنه يعني. طبعا حكم امين. طبعا. تمام. حكم امين 100%، ده على مسؤوليته الشخصيه. تمام. تمام. فانا بطمن الناس بالنقطه دي. تمام. قصه الاعتزال دي قصه من عندنا احنا. حد كتبها عندنا. لكن زي ما قلت الراجل مرتبط بعقد احتراف ده لسه ماضيه كمان من تقريبا من شهر. زي حكمنا امين عمر برضه مرتبط زيه بعقد احتراف. هو انتوا ماضيين عقود مع الحكام؟ الاتحاد الافريقي؟ ايوه الاتحاد، احنا عاملين القصه دي من 3 سنين. يعني في حكام بعقود وحكام بالماتش؟ في، احنا صعب ان احنا نطبق الاحتراف يا استاذ محمد على كل حكام افريقيا. لكن انتوا بتختاروا صفوه مثلا، الصفوه برافو عليك، بنختار مثلا 20 حكم، يعني المره دي اخترنا تقريبا 20 حكم وحوالي 5 بنات حكمات. تمام. كمحترفين. طب يعني منهم كم واحد من مصر؟ امين عمر بس؟
انت احنا الحكام اللي عندنا 20، احنا عندنا 54 دوله في افريقيا. انا فاهم فاهم يعني، بس انا بقى معلومه يعني، كم واحد من مصر؟ امين عمر من مصر. طب دول بيرتبطوا بعقود يعني براتب شهري مثلا؟ طبعا بياخدوا راتب شهري طبعا. كام تقريبا يعني؟ رينجو كام؟ يعني تقريبا 2000 دولار. تمام. ده غير المباريات اللي بيحكمها يعني. غير فلوسه الطبيعيه كحكم يعني. كحكم. طب هل ده بيبقى عقد لمده سنه يعني مقابل يعني؟ ويجدد سنه يعني، افرض بعد سنه قلنا مثلا ان عصام عبد الفتاح ده ما اداش الاداء اللي احنا متوقعينه منه، وفي حد منه احسن تاني، تخرجه وتدخل حد. عشان نعمل، فانت بتجبره انه لازم يحافظ على مستواه. طبعًا. عشان يستمر في انه يبقى مصطفى ويتقاضى هذا الاجر. طبعا، وعشان يدير مباريات اكتر كمان، فهياخد فلوس اكتر. تمام تمام. ده اللي حصل. فانا بطمن الناس الكلام. استنى ده بس استنى، انا بحسب بقى 2000 دولار في كام بقى. خليها بقى على الله يا استاذ محمد، ما تحسبش. انا بهزر، ربنا يكرمه. امين عمر من الحكام الشطار بصراحه يعني. انا بس في حاجه ما قلتهاش. اتفضل. ولا حد بيذكرها في الاعلام. قول يا كابتن. تصور ان احنا عندنا حكمين في كاس العالم في الارجنتين ومحدش بيجيب سيرتهم. حاجه غريبه يعني. ده انا بقول لك الشناوي، عمرو الشناوي ومحمد معروف. ومحمد معروف، وبيقولوا عاملين شغل كويس، شغل رائع، بدليل النهارده بيتكلموا على الحكام مين هيقعد ومين هيمشي. معروف هو اللي قاعد من افريقيا، اللي مستمر من افريقيا لانه ادى 3 مباريات على اعلى مستوى. من كل حكام افريقيا. وادى صوره رائعه عن التحكيم الافريقي والمصري. فكنا لازم يا جماعه يعني نظهره. احنا بس مفيش غير الحاجات الوحشه بس اللي بنظهرها، فكنا لازم نظهر محمد معروف وعمرو الشناوي كان على الفار، وقبل بلاء الحسن الحقيقه، والناس مبسوطين منهم بشكل كبير جدا. طب ما هو اتحاد الكوره يا كابتن برضه لا حط خبر ولا حط حاجه على صفحته، عشان احنا برضه رغم ان دي حاجات حلوه مش وحشه يعني. طبعا يعني انت بتقول يعني لي اهو الحكم الافريقي الوحيد المستمر في لغايه النهائيات، لغايه الفاينل. واعلنوا النهارده، الاعلان كان النهارده. هو في الدور الكام دلوقتي البطوله في المراحل؟ البطوله رايحه على قبل النهائي تقريبا يعني. هو مكمل النهاية. سيمي فاينل وفاينل. ان شاء الله يعني. هو ممكن يحكم ماتش او يبقى رابع ممكن. او يبقى ممكن. طبعا اكيد، لانه للامانه عمل 3 مباريات ممتازين. طب برافو عليه والله، مهم للامانه كل واحد ياخد حقه يعني. احنا اللي بقول الحاجات دي لازم نظهرها. انا بنصح لجنه الحكام واتحاد الكوره الحاجات دي نظهرها، دي في صالحكم. تمام كابتن عصام، يبقى انت بتاكد لنا خلاص احنا محمد معروف هنزنجفه، ما تقلقش عشان تتبسط يعني. وامين عمر مش هنحسب الدولار بكام ولا الكلام ده، خلاص عشان خاطرك. الحاجة التالتة انه انت بتطمن جمهور الاهلي بشكل خاص وكرة القدم المصرية ان تسيمة حكم امين جدا، وانت بتقول ان شاء الله هيأدي مباراة كبيرة وهيبقى عادل جدا في قراراته. التوفيق بتاع ربنا اولا واخيرا، ونتمنى له التوفيق. وطبعا كلنا ندعو للنادي الاهلي انه يحقق البطولة ان شاء الله. وانه تسيمة مش هيعتزل، لسه مكمل على الاقل سنة كمان. لانه مرتبط بعقد مع الاتحاد الافريقي. وانت تقول لي العقد ماضي الشهر اللي فات بس. بالظبط بالظبط، هو وامين عمر المصري. تمام 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 تمام. وانت بتدي معتز الشلماني كام من 10؟ مش القصه كام من 10، لكن انا ما فيش يعني نجاحه كام في المية، بلاش كام من 10 يعني. لا، نجح في اداره المباراه للامانه. مباراه صعبه جدا يا استاذ محمد. تمام. صعبه جدا. تمام. وحكم ما بنقولش ان خبراته عاليه جدا، ولكن بشكل عام لا، ادى مباراه كويسه. وانا بس ليا نصيحه، بس ليا نصيحه لبعض الناس اللي بيعلموا الحكام. خليكوا امناء، وبشكر الناس الامناء. ده بتتكلم على اللجنه هنا دلوقتي؟ لا، انا بتكلم على اللي بيحللوا. اوكي، يعني لو قلنا مثلا في النسبه كام في الميه كده وكام في الميه كده، في ايه؟ في الامناء واللي مش امناء. لا، في التحليل، ما بقولش امناء في حاجه ثانيه. لا، في التحليل يعني. او خلاص بلاش نقول امناء. لا، في التحليل 5% بس امناء. أمناء ولا مش أمناء، ولا فاهمين دي. ولا فاهمين كلمة أمناء. خليهم فاهمين يعني. في 95% من اللي بيطلعوا بيحللوا مش فاهمين حاجة؟ لا، ما بقولش مش فاهمين يعني، لازم يعملوا أبديت لمعلوماتهم، تحديث يعني لمعلوماتهم. أنت بتسمع يا كابتن محللين بيطلعوا علينا يقولوا كلام في التحليل في التحكيم، ويوقف دي ونرجع دي وشوف دي والكلام ده، بيبقى غلط؟ وفي حب وكور. انا بحب استاذ محمد شبان، هطلعه السما. ودول ما بحبوش
سوري يعني هنزله في 7 عرض ودول نسبتهم 95%؟ 95%. وغير كده مش كل العوامل دي، في عوامل تانية اللي هو الثقافه، الثقافة التحكيمية طبعا دي طبعا هو ممكن يعتمد على تاريخه انه كان حكم دولي او مش دولي ويحلل. لا الكلام ده انتهى، ده التحكيم بقى علم يا استاذ محمد طبعا. وتغيير كل سنة في التحكيم طبعا يا كابتن. كابتن عصام وفي ناس امناء، وفي ناس امناء مش امناء، امناء في العلم فبينقلوا الصورة بشكل حقيقي. كابتن عصام، كابتن عصام هو انت هنا ولا مسافر ولا فين؟ انا موجود بس هسافر. هتسافر امتى؟ هسافر على طول. طب راجع امتى؟ يعني لا انا قاعد الفتره دي بس هسافر على طول القريب يعني. يعني نجيبك حلقه ممكن ولا مش حابب؟ لا بالعكس ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله، لو ربنا احيانا نيجي ان شاء الله، ليه لا. خلاص يا كابتن ان شاء الله نتفق معاك ان شاء بعد الله الفاينل الله بتاع الاهلي باذن الله تنورنا ان شاء الله. ونبارك ساعتها للنادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. الله يا بس انت طبعا. يعني تتكلم معانا بقى بصفتك دلوقتي راجل يعني في اللجنه وتقدم طبعا. نصائح ما أنا وتقدم صحيح. نصائح وعمري ما بهاجم حد على فكره. لا لا احنا في الاخر عايزين الحاجات الغلط لازم نقول عليها طبعا طبعا يعني. وعايزين الكلام الصادق المفيد الايجابي اللي الله يخليك اللي صح. وغير كده انا بقول لهم ان انا سايب القصه خالص ما تقلقوش يعني تمام يا ومسافر خارج مصر، فيعني ما عنديش مشكله مع حد ومش راجع تاني لاداره التحكيم المصري، لكن انا اخدم التحكيم المصري في اي موقع بس بعيد عن المصر طبعا يا كابتن. ده اكيد لان دي بلدي وده التحكيم اللي عمل سمع فتح طبعا يا كابتن عصام. انا بشكر حضرتك الله يخليك شكرا الله جزيلا. كان معنا طبعا كلام يخلي. مهم جدا من الكابتن عصام عبد الفتاح. هطلع للفاصل، خليني الاول اقول لكم ان الاهلي اخذ موافقه مبدئيه من فيوتشر، وده خبر اكسكلوسيف ليكوا اهو، من فيوتشر على ضم محمد رضا بوبو للنادي الاهلي في الموسم القادم. وفي مصادر اكدت ان اللاعب وقع على تعاقد لمده 5 سنين مع النادي الاهلي، هيحصل فيه على 6 مليون جنيه كل موسم، تزيد 1 مليون جنيه في كل موسم، يعني 6 مليون اول موسم، 7 مليون تاني موسم، 8 مليون تالت موسم، وهكذا كل سنه بيزيد 1 مليون جنيه لمده 5 مواسم. واداره التعاقدات نجحت في الحصول على توقيع اللاعب، وجاري دلوقتي الاتفاق على القيمه الماليه النهائيه اللي فيوتشر هيحصل عليها جراء بيع اللاعب، بجانب ان في لعبة في فيوتشر خد بالك إعارة من النادي الأهلي، في لعبة هتتجدد إعارتها، في لعبة هتنتقل انتقال نهائي، فهتبقى صفقة فيها مصلحة للطرفين. كولر قعد قعدة مهمة مع علي معلول، قال له أنت لعيب كبير غلط وارد وارد وكل حاجة، ركز بقى في لقاء العودة، وأنا متأكد أن أنت هتكون سبب فوز الأهلي أو من أسباب الرئيسية لفوز الأهلي إن شاء الله باللقب الإفريقي في البطولة القادمة او في مباراة يوم الاحد الجاي ان شاء الله. بيقولوا ان في قصة دلوقتي لرمضان صبحي، ان اهلي جد عايزه وبيرغب في ضمه في الموسم الجديد لمدة موسم واحد ولو على سبيل الاعارة، وان بيراميدز في طريقه للموافقة، علشان كده ضم يوسف اسامة نبيه علشان يلعب في الحته دي في الموسم القادم اللي هو ناحيه الوينج الشمال. يعني يوسف اسامه نبي لما بيراميدز مضاه، احنا قلنا ازاي ان كابتن اسامه بيقول ده يعني ده هو راح عشان يلعب في الزمالك ما بيلعبش، طب ده المكان ده في الحته دي فيها رمضان صبحي. الاخبار اللي جات لنا ان ممكن رمضان صبحي ينتقل للاهلي السعودي اهلي جده على سبيل الاعاره لمده موسم واحد. خلينا نطلع فاصل، هنتابع تقرير مع عن النهارده المؤتمر اللي عقد للاعلان عن رعايه المنتخبات والصندوق اللي اتعمل لمنتخبات الناشئين. يعني 250 مليون جنيه هيتحطوا في هذا الصندوق من شركات لرعايه منتخبات الناشئين خلال الفتره الجايه. يعني وزاره الشباب والرياضه مع الاتحاد الكوره مع الرعاه الموجودين او رجال الاعمال اللي هيقوموا بهذا الصرف لاجل المنتخبات الوطنيه. بعدها هنلتقي مع كابتن محمد عبد الجليل والزميل وليد الحديدي. اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره محللنا الاستثنائي كابتن محمد عبد الجليل. لا لا بجد جديده برضو دي حلوه، انت استثنائي والنسخه الاصليه النسخه الاصليه في افريقيا الاهلي. لا ما هو طبعا لا بجد والله صحيح يعني اعلى
يعني احنا بنقول انجاز غير مسبوق لو كسب ال11 ومع ان العاشر كان غير مسبوق. ده انا بقالي من ساعه التاسع. ايوه برافو عليك. والثامنه غير مسبوق والسابعه غير مسبوق والسادسه غير مسبوق. لا انا فاكر من فتره قعد يقول لي التاسعه يا اهلي التاسعه يا اهلي. شوف احنا داخلين على ال11 ان شاء الله. بس يعني انت شو ما شفت الكاس قلت له هجيبك قفاه. هيجي من قفاه مفيش هزار. لازم الكاس لسه يرضخ. مطمن يا استاذ محمد. لازم الكاس يرضخ مفيهاش هزار. انت مطمن ان شاء الله. انا بقول لك على حاجه انا مطمن جدا. لا والله والله العظيم من كتر قعدتك جنب الظاهر كده. يعني بص انا عندي تفاؤل يا ويل. طب نرحب بالدكتور وليد الحديدي. دكتور نرحب بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد وتحيات الكابتن عبد الجليل. وانا شارككم التفاؤل ده. ده شفت قوت لا خلاص كابتن عبد الجليل خلاص. مع ان الصدمه بتاعت الجون يا دكتور هو ده اللي هو ده اللي عامل الحاله. اصل انا كنت قاعد معاه فهو فاضل 10 دقايق انا وهو صاب معاه مستنيين الثالث. انتوا قاعدين مستنيين الثالث. هو قال لي الثالث جاي. قلت له طب مرضيه 2-0. قال لي لا الثالث. وبعدين لما نزل جه جون والله فضل قاعد كده مبلل قاعد 10 دقايق ما فتحش بوكه لغايه لما خرجنا وخلص ونزلنا هوا. انت فاهم؟ طلعتهم من الاوضه. طب انا مالي وانا اللي جبت الجون. طب تخيل السيناريو كان مقلوب يا استاذ محمد وكابتن عبد الجليل. فكرت كان هيبقى ايه الوضع بقى؟ يعني لو في اول 10 يعني دقايق الوداد اللي جاب جول. الوداد جاب جول وبعدين انت اشتغلت على التعادل ثم وجبت جول في الدقيقه بلس 90. كانت هتبقى حاله الجماهير عامله ازاي بعد الماتش؟ افريقيا والسيناريو ده احسن سيناريو ورجعنا من وعملنا الريمونتادا وكل التفاصيل بتقول ان الاهلي هو بطل افريقيا لان كنا خسرانينه. فهي التفاصيل الصغيره دي الناس بتبص لها. بس اقول لك برضو النظره بتختلف. برضو انا شايف يا دكتور ان في 80-90% اهلاوي متفائل. بكلمك بجد. يعني النتيجه صعبه بس انا شايف تفاؤل بعد ما فاقوا من الصدمه. يعني انا ما كانتش على بالي حاله الاحباط بعد الماتش. الصدمه جايه من ايه؟ ثقة الناس دلوقتي في الاهلي عاليه جدا. بالظبط. يعني غير بدايه الموسم غير نص الموسم. يعني دلوقتي الناس شايفه يا راجل ده انا متفائل جدا. انا اللي هو من بعد سان داونز التشاؤم كان عندي. يعني لا دلوقتي لا انا اقدر اتعادل 1-1 اقدر اكسب 1-0 اتعادل 0-0 يعني مش هتجيب تقدر تجيب جوال هناك يعني. الاهلي اتقل في كل حاجه يا كابتن عبد الجليل. الاهلي اتقل من الوداد حرفيا. يعني بمنطق الكوره وبمقاييس الكوره الاهلي اتقل من الوداد. وهتقول لي جماهير الاهلي لعب قدام جماهير الرجاء واقوى من جماهير الوداد واكثر عددا واكثر حماسا وجماهير الرجاء معروفه في افريقيا كلها وفي المغرب ومع ذلك عادي اتعامل بهدوء. فهو بس هي حاله الفريق يوم المباراه هتيجي من حاله الجماهير وحاله الميديا طبعا. فلازم طول الوقت نوصل لهم وهو ده الحقيقه. هي مش فكره ان انت بتدعمه بس هو ده الواقع ان الاهلي فعلا فرصه اعلى. كسبان الشوط الاولاني في مصر 2-1 وهو اعلى فنيا ونتائج الماتشات اللي فاتت بتقول ان الاهلي هو الافضل وهو اللي عنده الخبرات الاعلى. فكل التفاصيل بتقول ان الاهلي الاقرب ان شاء الله للفوز. طب خلينا برضو من ضمن التفاؤل ناخد من كلام الكابتن عصام عبد الفتاح. بس قبل النبي الله يبارك لك قبل ما ناخد من كلامه عشان انا بس يعني اسال كلمه يمكن عدت على ناس كتير بس انت ايه قفشت فيها شويه بس هو خرج منها. يعني 95% يا دكتور من المحللين التحكيم ما عندهمش امانه وقليلين وما عندهمش درايه و5% بس. طيب اللي بيحللوا زي حالتنا كانوا بيحكموا ايام ما احنا كنا بنلعب. طب احنا على ايامنا كويس ان احنا وصلنا كاس عالم. اذا كان 95% التحكيم ابيض يا ورد وما فيش امانه يبقى كتر خير الدنيا. فدي تصريح من الكابتن عصام. تصريح قوي لا فلت منه شويه هو متضايق. بس هو ممكن برضه انه ممكن هم حكام كويسين بس انت عارف التحكيم برضه في ابديت باستمرار. يا كابتن يعني احنا كمحللين لعيبه قديمه يعني ما ينفعش اطلع اقول ده 90% من اللعيبه اللي بتحلل دي ترشاجيه. ما ينفعش. ما هي معناها كده. لا كلهم لعيبه كلهم هي وجهات نظر. انا بقول دي كذا وهو والده كذا وحضرتك بتقول كذا وانت انما ما ينفعش اقول مش امين ومش قليل فنيا. ده يعني ده ضايع ده مش هيخش كليه خالص. فلا تصريح فلت منه. وليه ما تقولش ان هو اتكلم قال تصريح من وجهه نظره امين. يعني هو شايف كراجل يعني كان مسؤول لجنه فتره طويله دلوقتي في الاتحاد الافريقي وراجل مطلع على كل الامين دوت القوانين الجديده برضه ده رايه. اوكي ما راي امين ومحترم بس هو من 15 سنه 20 سنه مسك اللجنه دي 3-4 مرات ما صلحش ليه من الموضوع ده. هو كان موجود في اللجنه وهو كان بيرمي على حكم معين يعني. مش هقول اسمه يعني. ما كنت موجود وهو موجود. لو انت شايف ان دول مش امناء وقليلين كنت مقعدتهم.
لانه حضر اواخر ناس فيهم. يعني ايه بيرمى الحكم معين؟ يعني هو في خلاف ما بينه وبين احد المحللين اللي هو بيطلع على طول معانا في اي تي سي، ده راجل محترم جدا، جهاد جريشه. جهاد جريشه بس عايز اقول لك على حاجه. هو التحليل اللي قاله عن معتز الشلميني نفس اللي قاله كابتن جهاد جريشه، ده حقيقة. متفق مع كابتن جهاد جريشه في كلامه على الشلميني. بس هما بينهم مصانع الحداد من فتره. ماشي بس هو اتفق معاه. وايه حكايه الحكام اللي في الارجنتين دول؟ محدش داري عنهم. محمد معروف والشناوي يعني برضو دي من الحاجات اللي محمد معروف ده يعني المفروض ده مكمل كاس العالم. يعني هما تعرف كل دور بيمشوا عدد من الحكام مع الفرق اللي بتخرج. هو مكمل فهو مكمل لغايه الفاينل. طب هو الموضوع ده سري ولا ما ده حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا جدا. طب هم اتحاد الكره ما نزلش بيان ليه؟ ان يعني هم نزلوا حاجه كده قبل البطوله، بس المفروض يكون في ابديت طول الوقت طبعا، لانه ده في الاخر ده ايمج برضه اتحاد الكره، واحنا ما بنصدق حاجه ايجابيه. يعني احنا ما بنصدق ندور على حاجه ايجابيه لفت نظرهم برضه، يعني يبقى كلامنا ايجابي مع اتحاد الكره. الحاجات اللي زي دي يقولوا انشروها يعني تمام. بس هو قال جمله مهمه بتاعت سيما دي، انه مش هعتزل. قال لك ده حد في الاعلام قالها ومشيت في الاعلام المصري، لكن في الواقع مش موجود. سيما مكمل لغايه اخر 2024، لان في تعاقد بينه وبين الاتحاد الافريقي، عامل عقود ل 20 حكم على مستوى القاره الافريقيه، وده حاجه يعني بيقول لك بقى لها سنتين ثلاثه. والوحيد اللي من مصر وفق مستواه الفني برضو الكابتن امين عمر. امين حبيبي انا حسبتها له جوه. حسبت له ايه؟ ال 2000 دولار مع انه حبيبي قوي امين. معلش ربنا يزيدك. دخلها لها في كام؟ 65 70. خلاص يا عم استنى بس، اصل هنا الحكم عيني بيتفحت في الشمس، بياخد 7000 جنيه وان خدهم ليك وهتاخد. اسمها ايه؟ ليك وهتاخد. بس ربنا يرزقه. ما ربنا يرزق. فانا بيني وبينك ولا امين هتحسبها له يعني؟ طبعا ده انا قعدت احسبها والله. وبعدين ده غير اي حاجه مش هيسيبك. وهيلعب امين ماتش مثلا او ماتشين في الشهر برضه، الماتش العيد في افريقيا. فالعداد شغال. اما الموسم بتاعهم ده دلوقتي. فدي حاجه كويسه والله ان هو لا يعني من مصر امين كابتن امين عمر. لكن خلينا نتكلم انه في 20 حكم منهم تسيما اللي لسه ماضي عقد. بيقول الشهر اللي فاتت اللي فات لمده سنه. فقال مين بالك ان التصريح بتاع عصام عصام مسؤول هناك. لا عصام دي لجنه رئيسيه ومسؤول عن شمال افريقيا كمان. يعني هو اللي معامل العقد طبعا مع خلاص كلام موثوق. وده شيء مبشر بصفته الرسميه. بالظبط يعني مسؤول. وقال لك وعلى مسؤوليتي هذا حكم امين على مسؤوليتي الشخصيه وهتشوفه في المباراه. فده كلام مطمئن طبعا. تعرف احنا في الاخر لما بننتقد او نقول انت عايز عداله، انت مش عايز حكم يجامل الاهلي في ماتش العوده. لا طبعا لا، بس عايزه ما يظلمش الاهلي. لا يدينا حقنا. بس يدينا حقنا ويدي الوداد حق. بس هو برضه تصريح كابتن عصام عبد الفتاح تصريح رسمي، يعني تصريح مسؤول رسمي. وما اعتقدش ان في حكم حتى لو مش رسمي. بس جدل يا وليد انه تسيما هيعتزل. كولر نفسه في المؤتمر الصحفي قال فاكر انت قال اتكلم في النقطه بعد ماتش الذهاب طبعا، قال انا مش قادر افهم يعني ايه حكم هيبطل ويبقى اخر ماتش ليه فاينل. لا يكونوا لسه مضيينه امبارح ولا اول امبارح سنه. لا الراجل قال الشهر اللي فات ماضي عقده. وده شيء مبشر، لسه جاي في سوبر ليج وجاي تصفيات كاس يعني عالم، واكيد هيبقى حابب خلاص وحسم كابتن عصام بالظبط. وبعدين زي ما ده كلام مطمئن يعني كلام مطمئن لانه الحكم لسه عنده مسيره. بقول لك ايه، ما هو موسيما ده برضه سيما موسيما موسيما مين؟ موسيما. ما هو موسيما ده موسيما صوت زميل امين عمر. اوكي بيعدوا مع بعض. فالراجل هيضيع من ايده 2000 دولار وانت عارف اثيوبيا هناك 2000 دولار دي يصحى الصبح يبقى ملك البلد هناك، فهيضيعها عشان يجامل حد صعب. مملكه سيما اكيد عنده الفينات كتير يعني، راجل حكم خبره من زمان. لا اي حاجه مطمنه فعلا. الله يمسيك بالخير يا امين عمر الله يرحمه. لكن خلينا نتكلم يعني هل ده كلام مطمئن جدا كحكم هيحكم الفاينل؟ لانه جزء من قلق الناس بجانب طبعا الجماهير وانه انت تلعب خارج ارضك والكلام ده، ونتيجه الذهاب برضه مقلقه شويه. الحكم اللي اتقال على انه هيعتزل طب ما عندوش حاجه يبكي عليها، كل واحد بيتكلم بطريقته يعني. احنا شكينا برضه بس ماتش واحد هيعتزل وخلاص. بس كده خلاص اتحسمت دي. نقدر نقول كده يعني. هو بص يا استاذ محمد، مملكه سيما فنيا لا جدال عليه. من يعني راجل حرفي وراجل شاطر وراجل فاهم القوانين والماتشات الكبيره اللي بيحكمها اللي ما بيكونش عليها يعني اي جدل مسبق او اي حاجه. لا راجل على اعلى مستوى ككفاءه فنيه. خد بالك يا دكتور بس خد بالك بس في نقطه بعدين كمل.
لان كان يوم الاحد عاملين مداخله حد من التحكيم برضو قال لك ده بيعرف يدير ماتش. ما هو ده هي دي ذكاء بس دي مش خارج. عايزين نسبق ونقول ده بس هو كحكم كامكانيات يعني مملكه سيما لو عايز مباراه الاهلي والوداد تخرج بدون اخطاء مهما كان فيها من احداث هو يقدر يعمل. انت عارف لو حكم ضعيف فنيا يعني معتز الشلماني مثلا ممكن تقول اصل خبراته قليله فغلط. بس هو افتقد حاجه معتز قالها الكابتن عصام مش موجوده في تسيما، شخصيه الحكم في الملعب. ايوه ما هو يعني كل المقومات موجوده. لازم يبقى يعني هو في الاخطاء الكابتن عصام شايف انه ما غلطش. يعني شايف الكره حسين الشحات مش بنالتي، شايف الكره دي مش طرد. هو كل حاجه صح الا بتاعت حسين. كابتن عصام قال دي. ماشي؟ اوكي. وقال لك بتاعت حسين هو ليه وجهه نظر برضه لما عدناها شفنا عشان برضه ما كان بيلف بظهره كده. لا قال لك انه بص لعيب المغرب هتلاقيه بيبص فوق على الكوره وهو بيجري وان حسين هو اللي قطع عليه قطع عليه. فماشي يعني في الاخر هم محللين. لكن قال شخصيته في الملعب يعني كان شخصيته قويه في الملعب والفاينل ماشي ماشي يا كابتن بس ده فاينل ما هو ده مش ميزه يعني انت النهارده هتجرب على ما كلمه الشخصيه في الملعب يعني ايه التزام اللعيبه بيا يعني تحكيم ماتش طيب يا كابتن ما انت ممكن تموت الماتش هو عمله ريسك جامد طب ما انت شخصيتك لو مش قويه رتم المباراه انت ممكن تموته بضعف ممكن يديله سيمي بضعف شخصيه او صح ولا غلط بس ده تحليل او انتقاد يعني ما يعني ما يجيبش يعني ملوش شايف ان ده ممكن يثبته بعد كده ولا يطلع حكم يعني ما يجيبش كويس. ايه كان شخصيته مش ملوش اخطاء يبقى خلاص يبقى ما فيش اخطاء هو دي النتيجه اللي احنا هنوصل ليها في الاخر لكن شخصيته اثرت على ايه شخصيته لا اثرت على انا لو شخصيته مش قويه في الملعب يا وليد اصدر الاعتراضات الكتير اقدر اعترض اقدر اقع واعمل نفسي مصاب اقدر اضيع وقت اقدر اضحك على الحكم في مواقف مثلا يعني فقصدي كده يعني فاهم ازاي سيبا عكسه بقى سيبا حازم شويه لا ما انا بقول لك سيما انا يعني جزء من نجاح كلنا تابعناه وشفناه شخصيته في الملعب بالظبط انت بتشوف حكام في اوروبا شخصيه قويه طبعًا. ما بيهزرش هو حتى داخل على اللعيب وهو مسيطر انا اقصد ان التحليل ده يا استاذ محمد انا فاهم طبعا حضرتك بتقول ايه والساده المشاهدين فاهمين انا اقصد التحليل ده عامل ايه زي مثلا واحد ابنه جاب درجات قليله فقال له يا حبيبي انت برافو عليك وان شاء الله اللعب. اللي هو ما فيش عقاب ما فيش مشكله الدنيا تمام وبيس وده شخصيته لكن احنا بنتكلم في اخطاء ووقائع هل كانت مؤثره ولا لا هل اخطا فيها ولا لا ثلاث وقائع او اربع وقائع في المباراه يعني في ناس شايفينها ان هي اثرت في نتيجه المباراه وناس لا، لكن فكره شخصيته طبعا الكابتن عصام راجل عنده خبرات ومن حقه يحلل بالرؤيه اللي هو شايفها بس يعني انا مش متفق معاه في بعض النقاط بخصوص تقييمه المعتز الحقيقي. انت قصدك فنيا يعني في الاخطاء؟ في الاخطاء طبعا، في الاخطاء طبعا، يكفي ان انت عندك الدقيقه 79 يا استاذ محمد وخطا واضح ومتكامل المعالم اتنين رايحين انفراد من النادي الاهلي مش في موضع اوفسايد ولاعب افضل لاعب ده افضل لاعب في الفرقه. يحيى عطيه طلعه اكتر خبره واللاعب اللي يعتبر كابتن الفريق والكل بيتجمع حواليه والوحيد اللي كان بيلعب في المغرب في كاس العالم اساسي ويمسك الكره بايده فيمنع هدف من الاهلي عشان تبقى 3-0 فما يطردش وتبقى 2-0 فتتحول ل 2-1 ويفضل هو مشارك ويشارك كمان في مباراه الاياب ده خطا قانون. مركب اتركب عليه ثلاث اربع حاجات ممكن كانت تغير الوضع اللي احنا بنتكلم فيه لو اتطرد مش هيلعب ماتش العوده ولا كانوا هيجيبوا الجون الهدف بتاعهم والاهلي هيبقى كامل العدد لمده 11 دقيقه زائد 8 دقائق بتتكلم في 20 دقيقه و19 دقيقه فممكن تجيب ثالث وممكن تجيب رابع فالموضوع كان خلصان فده ده خطا حتى لو هو سيبك من ضربات الجزاء مش هتكلم في ضربات الجزاء تقييميه لكن ده خطا ما فيهوش كلام لاعب منع فرصه احراز هدف بيرسيتاو حسين الشحات حسين الشحات اسرع لاعب في الملعب رايح وبيرسيتاو لاعب سريع رايح انفراد تام بالمرمى هدف ثالث فده طرد ما فيهوش كلام انا مش شايف فيه اي نقاش كل الحكام قالوا ان في اربع بنود فيها البند الرابع ده اللي اعتمدوا عليه اللي هو السرعات فهو قانونا مين اللي قال السرعات يا كابتن عبد الجليل؟ يعني جهاد قالها وعصام قالها كابتن برضه ايوه ايه المنطق ان انت تقيس بيه السرعه؟ ممكن يبقى الفيرود اسرع من ده هو اكيد الفيرود اسرع فرقه الوداد انت احنا شفنا كلنا اللعبه والصور كمان بتاعت اللعبه بعد كده ده حقيقي تسع لعيبه من لعيبه الوداد حوالين منطقه جزاء الاهلي الوحيد اللي واقف على دايره السنتر هو يحيى عطيه طله مسكه مين بقى؟ واثنين جايين لسه بيرسي هنا وحسين هنا بوشهم جايين لسه بوشهم في المواجهه هم الاسباب فلا خلصانه ما تجيب اصل انا مش شايف دي فعلا اللي ما فيهاش كلام ما اعتقدش ابدا ان هي تحتمل اي شيء غير كارت احمر. طيب كابتن عبد الجليل النهارده الاهلي اجازه هيتمرن بكره وبعده والخميس مسافر ان شاء الله ان شاء الله هيتمرن الاربعاء والخميس الصبح ويسافر يغادر الطياره الخاصه باذن الله على المغرب يعني الشناوي خلاص جاهز والكلام اللي بيتقال جوه الجهاز الفني وجوه يعني اللي احنا عرفناه يعني من المقربين ان هو اللي هيحرس مرمى الاهلي في العوده.
هو الماتش ده مش زي مصر بتاع مصر هنا يعني. شوبير عمل اللي عليه ووقف وحاجه محترمه. سمعت عادل مصطفى في المداخله معاك يعني بيقول ان هو اتسرع في الكره شويه، هي دي خبرات. لا هو مش قصده ان يحمل شوبير خطا، لا مش بعض الاحيان ممكن تفصيله زي ما وليد بيقول كده، مثلا ده خطا مركب يترتب عليه حاجات كتير. فيعني هو بيقول ان في تفاصيل كان زمان الناس بتشيد بكولر، يعني بيقول لك لو كان مصطفى مسك الكوره وفضل ماشي بقى 5 6 ثواني كانت اتاخرت شويه اللعبه، ما كانتش حصلت القصه. كان علي لف وشه كويس، ما كانتش القصه نفسه دي كلها حصلت. قصده كده دي تفاصيل ما حدش خد باله منها. قال ان المباريات بشكل عام بيبقى فيها تفاصيل. ايوه، وعلى فكره الهجمه تبقى ممكن تبقى مقطوعه من حسين او من حد قدام وهو اللي غلط فيها، وبعدين اتردت تراكمت كل بنفس المنطق. بنفس لو علي شاط الكوره في الاوت ما طلعهاش في نص الملعب. بالظبط بالظبط، يعني في الاخر دي تفاصيل. انما طبعا الشناوي هناك كابتن، اولا حمايه للعيبه اللي في ظهره، يعني بيبقى في ظهر اللعيبه دي. انا ببقى رايح الشناوي معلش، غير ان انا ورا شويه ببقى قلقان شويه لسه الولد هيبقى اول ماتش او تاني. انما ورايا الشناوي انا عارف الاوفر هيطلع، يقول شناوي هيطلع ياخدها. انا هثبت مش كابتن الفرقه. كابتن يعني ده كابتن الفرقه وجوده مهم جوه الملعب، هو اللي بيوجه. لما الكابتن بيكون الحارس، وحضرتك اكيد يعني مريت بالتجارب دي او اخر لاعب في الملعب، بتفرق كتير. شايف الملعب بيوجه طول الوقت، بيوقف طول الوقت، كفايه يشخط في المدافعين. احنا بنسمع الشناوي في الماتشات بيشخط في المدافعين وبيفكر يا معلول غطي، يا هاني غطي، ارجع يا فلان ارجع. فهو ده هو ده الشخصيه، زائد انه بقى المستوى الفني. الشناوي طول الفتره اللي فاتت من اهم لعيبه الاهلي، فاذا كان جاهز فنيا طبعا. في ماتشين الترجي، في ماتشين الرجاء، وماتش الهلال، وماتش القطن. يعني بقاله سنين يا كابتن، جون خبره طبعا وكده. بس اتمنى بقى الفتره الوقف والاصابه فحسم دي خلاص يعني. لا حسم خلاص شناوي. طب بتتوقع يكون في تغييرات في اي حاجه في التشكيل؟ ما اعتقدش. كولر اعتقد ان هو ما كانش غضبان قوي من اللي حصل في ماتش الذهاب. يعني الاهلي هو كان افضل في كل حاجه، النادي الاهلي. اذا كنت بتتكلم عن خطا او خطأين حصلوا، جه من واحد فيهم هدف الوداد، فده يشتغل عليه عشان ما يتكررش. لكن كمنظومه الاهلي هي نفس المنظومه اللي ماشيه بنجاح في كل الفتره اللي فاتت، واللي احنا بنشيد بيها طول الوقت. واللعيبه كلها، انا لو في تغيير بالنسبه لي ممكن يعمله هو بس دخول محمد شريف على حساب كهربا في البدايه، لانه ماتش الكهرباء في الزحمه، ولما تكون انت اللي ضاغط وانت اللي معاك كوره، هو بيعرف يشتغل في الحته دي كويس، بيتحرك بشكل كويس، بيفتح لزمايله، بياخد تمركزات كويسه، بيلنك كويس في المسافات الضيقه، مهاري، بيعرف يرقص وبيعرف في واحد على واحد ممكن يشتغل فيه. لكن محمد شريف بتاع مساحات، بيجري كويس وباور اكتر من كهربا في بدايه ماتش. انا بالنسبه لي محمد شريف يبقى افضل في البدايه لو هيعمل تبديل تغيير في التشكيل. لكن في الباقي اللعيبه كلها مفيش؟ لا لا، كل المنظومه ماشيه كده والعجله ماشيه بشكل كويس. انت شايف ايه؟ لا انا عايز اسمعك الاول عشان خاطري في موضوع شريف وكهربا. انا متوقع يبدا بشريف. ايه يا جدعان في ايه؟ لا طبعا، في ايه؟ ما هي ماشيه. انت بتتكلم صح، حاله ماتش إيه؟ ان السرعات بالعكس، انا محتاج كهربا في اللي هم هيضغطونا. شريف اسرع بس كهربا اذكى، وتعمل له واحده بتاع زي بتاعه الترجي اللي حسين عملها بالعرض الكهربا. طالما ماشي يا جماعه وياخد، لانه ده الماتش اللي فات بسم الله ما شاء الله حط وش رجله زي ما قلت لك، راح رافع الجلابيه وحطها في بقه وادى وش رجله ومفكرش. عارف دي لو في نص الجون والجون فعلا كان واقف كان ممكن يعني حتى جت في دماغي. بس الكهرباء واضح ان هي الكوره بتحبه دلوقتي، فازاي اقعده؟ فانت استغل ده. طبعا طبعا، خلي بالك عادل. شريف برضو الفتره اللي فاتت علي، ولما خد كاساسي او حتى كاحتياطي برضو كانت ماشيه معاه. اقول لك على حاجه، طب شريف ده ثالث هداف الدوري او رابع هداف. طب ماشي، ممكن شريف يبقى معاك تغييره مهمه لو احتجت ليها في الشوط الثاني، لا قدر الله النتيجه فيها حاجه، محتاج تجيب جول، محتاج تعمل حاجه، معاك تغييره باور. صح، انا شايفها العكس طبعا. يعني يعني كلها اراء فنيه. لعيب سريع، لعيب بس انا شايف العكس. هو يعني وليد شايف انه في الشوط الاولاني المساحات هتبقى اكتر في الوداد، وهم هينزلوا بدفعه الجماهير. الشوط الثاني هو اللي بقى محتاج خبرات، بقى محتاج لعيب تقيل يقف على الكوره زي كهربا. لما بينزل بياخد وقت اما بيسخن. كهربا برضه معاه عظمه كبيره محتاج. عظمه كبيره ايه؟ ما جابش 29 سنه، ما هو كبرته. مستهلك من زمان برضه. يعني كهربا ده انا يعني ده من صغره منتخبات كهربا. لا لا، يتعمل له تعظيم سلام الولد. خلي بالك كهربا ده اشهر لاعب مصري في المغرب بعد محمد صلاح، تخيل. لا يا راجل والله ما فيش حد مغرب. انا رحت المغرب قعدت طول كاس العالم للانديه. بتهزر؟ ما فيش لاعب مصري منتشر ومعروف في المغرب بعد محمد صلاح الا كهربا.
كل المغاربه عارفينه وعارفين وبيقدروه، يعني عارفين انه لاعب كبير وبيتكلموا عنه بشكل كويس، هم طبعا فاكرينه من 2017 وكهربا كان ليه صولات وجولات مع الاهلي وحتى لما لعب مع الزمالك، فهو اسم معروف هناك، فهو تقل في الملعب ويخوف والمدافعين عارفينه والفرقه عارفاه، بس انا شايف ان هو دوره اعلى في الشوط الثاني في الوقت اللي انت عايز لاعب رايق يقف على الكوره يجري بيرستاوي يجري الشحات او الونجين اللي موجودين، لكن الشوط الاولاني ده شوط باور. طب لو جري ورايح كولر في الماتشات المهمه ما بيحبش يغير الهرموني بتاع اللعيبه. طبعا هو راجل وحسين احنا بنقعد نتكلم كتير اهو اراء. كولر هينزل بنفس التشكيل بس كده عشان بص انا لو هتسالني انا كولر طب صاحبي ايوه ما انا عارف ما انت ما قلتليش في قلقت بس هو لسه الراجل مش مستقر دي اراء فنيه احنا نهري احنا بالاستوديوهات يعني انت طالما ما اكدتش عليها يبقى كهربا اللي هيلعب كولر بص قعدنا نقول محمود متولي في الماتش الاولاني اصل الضغط على الاهلي مش هيبقى كتير اصل هو عشان بيبدا الكره من تحت وقعدنا نقول مش هيغير حد صح ولا غلط بدا بمين هو ياسر ياسر يعني بص هو الراجل وحمدي ولا السلية بدا بحمدي مفيش هو مقتنع بحمدي جدا لا هو ثلاثة هو كمان لولا ان الشناوي مش هو مش مطمنه 100% كان بدا بيه هو الراجل بص زي سعد السويسري ايوه ما بتهزرش يعني هو التشكيل انا مش احنا بنتكلم فنيا طبعا اراء لكن هو مش هيغير حد صح 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 بص التروس راكب ما مش هيغير حد الاهلي اللي هيجيب الجول الاول ممكن يدي بقى مهام مختلفه زي حصل قدام الرجاء هناك اهلي بنفس تقريبا المجموعه كان قدام الرجاء حاجه هنا ولما راح هناك لقينا بيرسي تاو نازل باك يمين جنب محمد هاني بيدافع ومقفل الجبهه عليهم هتلاقي مهام الكهرباء نازل منها في الكره العرضيه كلها والكرانر لازم وهتلاقي رادد مكانه مروان او رادد مكانه مثلا اليو ديانج هتلاقي في مهام اذا احتاج لاليو ديانج انه يتقدم ومروان يغطي في ظهره هتلاقي بيرسي تاو وما فيش هزار هو حسين الشحات لانه خد بالك احد اخطاء الجول اللي جه ان حسين ما كانش راجع مغطي هو هي دي لسه هكلمك فيها برافو عليه لا لو كان في شويه كسر بس معلول راكبها الغلط وكل حاجه قعدتك مع كولر خليتك ايه ده انا اللي بقوله انت فاكر ايه كمان قعدت كولر معاك الراجل المدرب بتاع الوداد ده انا كنت بقى انا بعمل زي امين عمر باخد منه 2000 دولار في الشهر امين عمر تاني معلش يا امز بقى ربنا يكرمك الراجل المدرب بتاع الوداد فجزء من الخطا بتاع الجول ان حسين ما رجعش وهو كان بيغيره عشان دي خلاص مش عشان غلطه ده هو شايف عبد القادر اخر 10 دقايق 7 دقايق ما بيردش كويس ايوه في حته اتفتحت في الحته دي فكان ده فكرته وعبد القادر مش نازل عشان ده نازل يقفل دي خد بالك كان واخد تعليمات مؤكد انا اتحدى لو الجون ده ما جاش وقادر نزل هتلاقيه نازل في وش علي معلول واقف بينه وبين علي معلول 4 خطوات هتلاقيه كده هو ثبت علي في الاخر بس علي لان خد بالك حسين هو لما علي طلع الكوره مين اللي المفروض يبقى في وش الواد ده اللي استلمها حسين طبعا لازم ده مكانه يعني مكانه في الهجمه دي حسين سيبك من محمد عبد المنعم برضو يعني خلي بالك يا استاذ محمد في نقطه مهمه جدا الوداد في المباراه الثانيه الوداد مع الراجل ده مع فاندنبروك ده بيكون لما بيكون رد الفعل بيكون افضل ما بيكون الفعل يعني الوداد مع سان داونز مثلا في المغرب لا سان داونز كان اقرب سان داونز كان ممكن ولولا واتطرد منه لعيب وفضل مش عارف يخترقه لانه كان هو الفعل سان داونز ما كانش رد الفعل لما الوداد راح لعب في بريتوريا قدام سان داونز كنت انت كوداد رد الفعل فلاقي مساحات فانت بتعرف تشتغل في الحته دي قدام سيمبا حتى مع جريدو برضه ما كانوش كويسين هم كانوا الفعل وما كانوش عارفين يخترقوا سيمبا وجابوا هدف بالعافيه وصعدوا بضربات الترجيح في ماتش الاهلي ان شاء الله في كازابلانكا هو مطلوب من الوداد يبقى الفعل والوداد حاليا لما يبقى هو المطلوب منه المبادره مش هيكون بنفس حتى الجوده اللي كان عليها مع انه كان سيء في مباراه القاهره ما كانش كويس بس هتلاقي الانضباط التكتيكي اللي كانوا فيه ده كانوا بيلعبوا مان ده كان منزل حسون يلعب مان على مروان عطيه يعني انا اول مره من زمان جدا جدا شوف من في الملعب اشوف من في الفرقه كلها المان ده اتلغى في الكوره جدع بس هو عارف الراجل عارف اخره ايه واوله ايه وعارف قيمه الاهلي وقدراته ايه بقول لك قدرات فرقته كمان طبعا ده بيعمل بيلعب بمان الجعدي ده كان بيروح على علي معلول والحسوني يروح يقفل على مروان عطيه مان تو مان حتى الكره مش معاهم هي مش مان تو هي بيقفل مساحات واقف قدامه يا كابتن يعني واقف واحد وش في وشك عسكري ماسكك واقف جنبه مروان خالص في اللعب تمام عشان ما يخرجش بالكوره عشان كده كان اليو ديانج بينزل شويه
مش عارف يقوم بالدور. خلي بالك من اسباب ان إليو ديانج كان سيء المباراه دي انه خد ادوار ما كانش بياخدها الماتشات اللي فاتت. انزل يا ديانج افتح افتح مساحه لمروان او خد منه الكوره او اطلع انت بالكوره، ما كانتش بتاعته. عشان كده لاحظت انه بيطلع كور غلط كتير. بس ديانج عنده دي، ما هو عشان يعني كان بعيد عنه. يعني ماتشات كتير كان بيطلع بالكوره ده ويختار، بس مش بصير. لا. هو مش زي السوليه هو زي مروان، لان الميس باص بتاعه كتير. يعني هو قال ديانج ميزته انه بيبوظ لك لعب الفرقه ومن التالي. منطقه مش بتاعته، يعني هو كان بينزل على طيب. سته من تحت علشان يوزع. هو لا، هو عايز يستلم بعد نص الملعب طيب. في المنطقه الامامية. طيب احنا عندنا فاصل نطلع الاول تمام، وبعدين نرجع نستكمل الحديث عن مباراه الاهلي المرتقبه مع الوداد المغربي ان شاء الله. كابتن عبد الجليل، لو انت كولر هترسم سيناريو 96 مليون دي حلوه دي. يعني بقيه الفرق كلها بتاعت الدوري والممتاز بيه والممتاز 20 مليون. لا ما في ناس كتير بتدعم الاهلي. ده دعم مش تشجيع. اه مش لازم، هو في زملكاوي على فكره، انا بقابل زملكاوي كتير بتدعم الاهلي الحقيقه. يعني في انه عايزين يكسبوا، يعني خد بالك. لا بس انت نيتك مش تدعيم، لان لو تدعيم يبقى 120 مليون. ما بلاش انت في النوايا. يعني في كتير ناس كتير بتقابلني بجد، يعني حتى في الراديو مداخلات كتير بيقولك انا زملكاوي وعايز الاهلي يكسب البطوله. دخلك ناس تقول احنا انا اسماعيلاوي وعايز الاهلي يكسب البطوله. يعني في ناس بتعتبر ان البطوله برضو انها تخش الاهلي وتبقى موجوده في مصر. عارف انت بتقنعني دايما، انت اقنعتني. ده انجاز بالدعم. يعني ما لو انا مكان كولر. اه ايه السيناريو اللي تحطه للماتش؟ يعني هو هيبدا ضغطك طبعا. اه الطبيعي ان انا بقابل على نص الملعب، ده الطبيعي عشان امتص وتبعد على المناطق الخطر. اه شخصيه كولر وتباصي كتير. اه وتمسك تستحوذ وبتاع وتقفل الملعب وتعمل زي ما هم عملوا ده المساحات. شخصيه كولر بيفاجئك انه ممكن يضغط عليهم اول ربع ساعه من قلبهم. ودي يبقى حاجه محترمه قوي لو عمل كده. ليه؟ انت هتستغل هتفاجئه كمان، هتفاجئه. هو متوقع ان انت هتسيبه يحضر وكده، انما يلاقيك بتهاجم عليه وتضغط من قدام، انت ممكن تدربكه وممكن تخطف جول. فممكن يكون ده اللي في دماغه. يعني خلينا اقول يا وليد، سيناريو الماتش بمعنى ايه؟ انت عايز الماتش يمشي برتم وبنتيجه لغايه كذا. امتى مثلا 0-0 امتى الاهلي يفكر يجيب الجول؟ ولا الاهلي عايز يجيب جول برضه؟ اه طبعا، هو الاهلي امن سيناريو انه يفكر في الجول، لانه الجول هو اللي هيأمنه بشكل كبير جدا في اسوأ 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 الاحوال. لو الوداد حتى جاب جونين فانت لسه في الجيم، ما خرجتش بره. فهدف الاهلي هو اللي هيخلص، لانه لا لو قدر جبت جولين خلصت القصه طبعا. والاهلي قادر بالمناسبه. انت طول ما هي 0-0 فانت في ريسك، لانه لحد ما الحكم يصفر الوداد لا قدر الله بهدف يخلص الامور. بس انا اللي مطمن له ان الاهلي لما بيقرر يدافع كابتن عبد الجليل بيدافع كويس. يعني يوم ما كولر عمل المنظومه، لما حس ان عنده مشاكل دفاعيه فبنى منظومه وقعد يفكر انا احلها ازاي، فعمل الشكل اللي احنا شايفينه ده، عمل الستاره، عمل الستاره دي بالتكليفات دي، بالتحركات، بطريقه التحركات دي. المنظومه دي لما بتشتغل صح بتأدي كويس. شفنا ده لما بيراميدز حاول يهجم على الاهلي، وبيراميدز هجومه اقوى من هجوم الوداد بالمناسبه، ما قدرش يخترق الاهلي. والاهلي وبيراميدز ما راحش الا جاب جون الوحيد، الجون اللي قبل جون الوداد كان بيراميدز في نهائي الكاس، وكان جون من كره عشوائيه وضربه راس من كره شبه ثابته. ويعني كان الموضوع بعيدا حتى عن الامور التكتيكيه، او بغلطه من الدفاع، او بغلطه فرديه زي جون الوداد، بغلطه فرديه. فعشان كده انت عايز تراهن على حاجه، راهن على التركيز، اللي هو ما ينفعش حد يغلط غلطه ساذجه. لان لو ما حدش الاخطاء العاديه المقبوله الطبيعيه هتعدي بالمناسبه، ومش هتكلف الاهلي اهداف. الغلطه الساذجه اللي زي غلطه معلول مع عبد المنعم مع الشحات، الثلاثه دول لما كل واحد عمل اكتر حاجه غلط ممكن تتعمل فجه هدف. ما ينفعش تكون في مكانك، ما ينفعش. بالظبط، وغلطه مركبه. يعني لما معلول يغلط فعبد المنعم المساك اللي جنبي هو اللي يشيل، فعبد المنعم غلط
وكان ساعتها حسين الشحات من الاول غلطان انه مش موجود في المكان ده. فهتتكرر كم مره دي ان ثلاثه من الاهلي يغلطوا غلطه ساذجه في وقت صعب زي ده. فالرهان صعبه جدا طبعا، الرهان على التركيز طول الوقت. النادي الاهلي لو لعب جيم دفاعي الوداد باذن الله مش هيقدر يخترقه، والنادي الاهلي لما يقرر يهاجم الوداد اللي فاتح ملعب الوداد بخط دفاعه مش أيوه. مش اعلى حاجه بالنسبه لي. انهي وقت احسن، وانت اخترقت الاول ولا في النص ولا في الاخر يضغط؟ انا شايف، انا متفق معاك ان هو لازم اول 10 دقايق لازم المبادره دي اللي هو فتره الفوران لازم تمنعها. فانت لو ضغطت هو مش عارف يخرج بالكوره. خلي بالك هم فوران الوداد وفوران الجمهور كمان، وفوران الجمهور وده بيهمل. الوداد الشوط الثاني في بدايته اول ربع ساعه ضغط الاهلي جامد بالطريقه دي يعني هنا بس كان الاهلي متفوق. خلي بالك دليل على صحه كلامك يا كابتن عبد الجليل، الرجاء طبق الطريقه دي على الاهلي هنا في القاهره. أيوة. والاهلي كان فورمه وعالي وكل حاجه، بس الرجاء جه فاجئ الاهلي بالسيناريو ما كانش حد متوقع. الاهلي شويه وقت ضغط عالي يا كابتن، ده كانوا بيضغطوا من على قوس المنطقه ضغط عالي، فالرجاء كان احسن وراح وجاله شبه انفراد وكان ممكن يسجل، وقعد حوالي ربع ساعه لحد ما الاهلي بدا يستوعب الصدمه، بس امكانيات الاهلي كانت اعلى فقدر يرجع للجيم. لكن الوداد مش عارف يرجع للجيم قدام الاهلي طول ما انت واخد المبادره. مش مبادره مش معناها ان احنا نفتح ملعب لا، التحركات محسوبه باللعيبه قريبه من بعض. ما بقول هي دي التحركات الاهلي، كره في رجليك كتير أيوة. باسنج جيم طول الوقت وتبعد على مناطق الخطر، مناطق الخطر ما تطلعش منك الكره في ملعبك خالص. صح. طب هرجع تاني، بس انا النهارده يعني ايه شفت موضوع كريم بنزيما وال ما انا كنت عارف الكلام ده من فتره اتحاد جده طبعا ده مكسب كبير، وهي المملكه لما جابت لا القرارات اللي اخذوها النهارده 8 انديه الاربعه منهم دخلوا في صندوق الاستثمار السعودي، لان دي ارقام كمان ما حدش يقدر عليها. لا طبعا طبعا يعني كابتن هم اصلي يعني الهلال والنصر واتحاد جده والنصر واهلي جده واهلي لسه جاي له حد تقيل. لا ما هو الاهلي جده من الاربعه اللي دخلوا لا انا بكلمك على كمان هيجي له طبعا لعيب كبير انت فاهمها دي، وفي اربعه تانيين دخلوا في شركات تتولى الصرف عليهم، يعني اربع انديه اخرى كابتن ده استعداد عشان كاس عالم ان شاء الله، واحنا بنتمنى ان هنخش معاهم في التنظيم 2030 على ما اظن ولا 2034 المفروض 2030 فدي اكبر حاجه. بس خد بالك انت بتمثل خطوره برضه في البطولات اللي هتشارك بقى قصاد الانديه السعوديه، يعني هتخش بقى معاهم في بطوله عربيه كاس عالم او كاس عالم الانديه وبتاع هو الوقت بيبقى هيبقى جايب يعني احنا سامعين هاري كين وسامعين سون محمد وسامعين الموندو النهارده كانتي وسامعين ايه الاسماء دي. الموندو الاسبانيه قالت ان الرياضه السعوديه او الدوري السعودي بيخطط لانفاق 20 مليار دولار على استقطاب النجوم في الفتره اللي جايه. يا خبر ابيض، انت عارف 20 مليار دولار ده يعني يعني 20 الف مليون دولار. تخيل مش يعني تخيل بنزيما بيقول لك اصل انا كنت اتمنى انهي حياتي في ريال مدريد. طب ما نهتش ليه يا كابتن؟ والله كنت اتمنى بس 100 مليون يورو يا كابتن. بس هقول لك على حاجه، هم بيدفعوا كويس طبعا، ما هم فيهم ناس او بيشتروا انديه بمبالغ كبيره زي دي، فليه ما تبقاش جوه المملكه؟ هم فكروا في كده بدل ما اروح اجيب امسك مان سيتي او نصر الخليفي يمسك باريس. شركاتهم يا كابتن مسكت انديه هناك جماهيريه، مش عملت انديه لوحديها زي هنا. فتبقى الانديه جماهيريه يعني يبقى متعه برضو احضار. يعني انت النهارده لما بيراميدز جاب كينو مثلا متعنا صراحة. بس جماهيريه بيراميدز كانت ايه؟ تخيل مثلا لو كينو كان في الاهلي او كان في الزمالك كان هيبقى شكله ايه دلوقتي؟ الشركات اللي هي بتاعت دخل فيها الانديه الكبيره يعني طب ليه ما نطبقهاش هنا كابتن؟ ما انا قصدي كده يعني بقت الشركات هناك بتطلع كمان الانديه الجماهيريه هي دي بقى. فانت بترفع، تخيل مثلا لو ده طبعا في الاسماعيلي وفي المصري والمحله بالذات الاسماعيلي والمصري والمصري والاتحاد السكندري بجماهيره دي والمحله. تخيل انت في كل فرقه زي دي جبت لك اتنين تلاته تقال، مش اتنين تلاته يا كابتن، او فرقه تتولى الانفاق كله فروم اي تو زي. وده هي ايه ازمه الاسماعيلي؟ فلوس. الفلوس. ايه ازمه المصري؟ انت مش فاكر الرئيس إيه أزمة النادي اللي قال لك الحاج محمد زرعان والحاج محمد قال لي كده، ما الراجل مش الراجل مشي دي حكومي هل النادي اختنى؟ ما برضه نفس الازمات. ما هو الحاج محمد مصطلحي مشي ليه؟ ورجع ليه؟ ما هو مشي لانه عنده مشاكل مش عارف فلوس، ورجع لما الوزير قعد معاه ووعده بالحل.
يعني مسكنات حاجات بسيطه يعني اقصد يعني. انت في الاخر انديه الجماهيريه بتقن ما الحل اللي حضرتك قلته ده يا كابتن دي حاجه محترمه انت يا كابتن اسمع واكبتش ده لان أيوة. هو السنين اللي جايه هيحصل الفرق السعوديه دي هتتقل جدا يعني انت كسبت الهلال 4-0 من سنتين في كاس العالم مع موسيماني فاكر للانديه طبعا فتخيل انت بعد اللي كده الهلال بقى بميسي لا الموضوع هيبقى صعب الموضوع بقى شكله ايه هي الفكره يا استاذ محمد ان ده حتى لمصلحه الشركات يعني لما شركه ترعى نادي فهي تضمن ان كل جماهير النادي ده خلاص عندهم نسبه من الولاء للشركه زائد ان اعلان الشركه طول الوقت هيبقى متشاف لان النادي جماهيري زائد ان الاستثمار هيكسب الشركه فلوس لما تجيب لعيبه وتشتري وتبيع لعيبه فهيجي لك راعي هو انا لو راعي النهارده وعايز احط 100 مليون جنيه لرعايه فريق لو انا عندي نادي الاتحاد ولا الاسماعيلي عنده نفس نجوم بيراميدز ونفس الحاله ونفس الوضع احط فلوسي فين كراعي احطه في الاسماعيلي احطه في الاتحاد مش احطه في بيراميدز او سين او صاد لان هناك في جماهير واعلاني لما يتحط في قلب ميدان اسمه في اسماعيليه ولا في اسكندريه ولا في سيدي بشر ولا فكل الناس دي هتشوفه لكن لما هروح ليه للنادي اللي غير جماهير حتى لو عنده نفس النجوم انا مصر بقول لو لما دخلت اللي نجحها وعلق اسميها جماهير الفيوم انتسبت للفيوم فتنسب فعلا الاستاد ده كان بيتقفل في الفيوم أيوه. 30 40 الف كل ماتش في الاخر نادي شركه بس انتسب لمحافظه او لمدينه ونادي شركه بس بقت المقصه الفيوم زي غزل المحله يا كابتن عبد الجليل زي غزل المحله قريبه من الحاله دي هو غزل المحله ما هو في الاساس نادي شركه بس بقى نادي محافظه بقى نادي مدينه لانه هو خلاص بقى هو كان الشركه دي هي ممثله للمدينه فانت لما تحط فلوس انا نفسي عشان كده قانون الرياضه لازم نبدا نراجعه ونبدا نبص عليه ولا لما استاد الاسماعيليه مثلا بدل ايه المشكله انه يبقى اسمه استاد سين اي راعي بقى اسمه استاد البنك الاهلي استاد والجماهير هي موجوده والاسماعيلي موجود اسماء يا كابتن ده مثلا مفيش حاجه اسمها قول بنك اكس لا عادي يعني بنك وطني انا اقصد انا بس البنادي بيلعب في الدوري نادي من الدوري نادي من الدوري ده نادي فانا اقصد الانديه الخاصه اللي بتستثمر انت لو استثمرت في نادي جماهيري فانت كده هتكسب اكتر وبرده البراند بتاعك هيفضل يتقال وهيفضل اسمه يتقال ما ملعب بايرن ميونخ اسمه بس ده خد بالك جرس جرس خطا طبعا صح يعني صح يعني صح. ان ما كناش من دلوقتي نذاكر القصه دي ونشوف ازاي نعلي الاستثمار في الانديه الجماهيريه اللي هي هتنافس خارجيا هتقابل زي الاهلي والزمالك والانديه ما تقابل بقى الانديه السعوديه انت طول الوقت منافس قوي وتتخطاهم كمان في معظم المواجهات لكن دلوقتي هيبقى صعب هم كويس ان هم في اسيا كمان عشان يجيب لك هنا كريستيانو وهنا ميسي وهنا بنزيما لا احنا قلنا كريستيانو عشان بيبطل ده النهارده انت بتجيب لعيبه لا لسه بنزيما وميسي وكانتي ولويس زاهر انت غير كده انت وبوسكيز وجوردي البا ايه ده كل لعيب من دول هيبقى حواليه 3 4 فرز تاني بس لا ده غير بقى لعيبه يعتبر سوبر هناك اللي هم العيال اللي بيجوا احنا بنقول يا رب مولك هيجي الاهلي مولك صح مولك كده لو راح مثلا الهلال هيبقى احتياطي تالت مش هيروح للهلال اصلا ده بقول مثلا يعني هيبقى هيروح النادي بتاع اوباما اللي كان طالع ده الحزم ده اذا رضي الحزم والوقت انت طلع دوري ممتاز خلاص يعني بس انا فرحان لطارق حامد وحجازي عشان برضه لما تلعب لا بس انت شفت الكوره دلوقتي الكوره بيزة فلوس اللعيب يسيب ريال مدريد اللي يقول له جدد بيريز بانشيلوتي بالتاريخ بنزيما بياخد 28 ولو جدد مش هياخده يعني هو بعد ال 30 بيريز بيقلل الفلوس عشان كده رونالدو مشي جاي له 100 في سنتين على الاقل وممكن يجدد كمان ده ميسي النهارده ده كده الاهلي بطل ده ميسي لما بس لا يا استاذ محمد وقال لك انه ممكن يعني الاهلي لما ساوموا شويه رمضان لما ساوموا شويه عبد الله سعيد قال لهم شكرا ده في سقف في الاهلي ما بيقدرش بس خد بالك برضو لا تضمن المستقبل هيبقى شكله ايه يعني في ظل التطور الكبير بتاع اسعار اللعيبه في العالم ده اصل السنه الجايه كمان يعني موسم الانتقالات بعد ما السعوديه دخلت بهذا الشكل هيختلف في العالم حتى كله حتى في اوروبا طبعا هيولع هيختلف في العالم كله هيولع في اوروبا النهارده ميسي العرض بتاع الهلال يقال انه بدا بس عشان ايه بدا ياخر القرار بتاعه لك اصل برشلونه بيقول له اترفع ل 60 طب عايز اسالك سؤال طب امبابي عنده 24 سنه مش كده طب اللي خليه ما يلعبش في السعوديه يعني انت قاعدين نقول باريس سان جيرمان وبياخد في السنه كام ب 100 70 100 100 بالمكافئات طب تعالى يا ب 300 هيروح طبعا يا انت خلاص خرجت من فكره كمان اللاعب اللي بيقترب بالاعتزال انت بتتكلم في ارقام تغري اي لاعب تغري نجوم عالم كانت. لو قلت محمد صلاح موجود في السعوديه
ممكن اسمه بيتردد. ايوه كابتن طبعا اسمه بيتردد وارد جدا. اللي ودى ميسي وكريستيانو مش هيروح صلاح. اسمه بيتردد. لا بيتردد طبعا دلوقتي كابتن محمد صلاح. فانت بتتكلم النهارده ممكن تلاقي كمان نجوم اللي هم الصاعدين الواعدين النجوم المستقبل هيروح. ما هي دي الفكره. هو ده يمكن اللي اتقال لكريستيانو رونالدو والناس برده ما فهمتش التصريح بتاعه لما اتكلم. يعني نيمار ما يروح وطلع ممكن جدا. نيمار في كلام بايت هناك دلوقتي. لا طبعا ده نيمار ده اول واحد. انت هتلاقي في اسماء كمان من النجوم دي طالعه. ده اي برازيلي في اي حته. البرازيليين اصلهم بيحبوا الفلوس زياده شويه. اي برازيلي في اي نادي. لا مش خلاص بيحب الفلوس زياده. ما هو كل النجوم بتروح اهو. بعدين ايوه ما هو بيروح إيه؟ لانه في اغراء. كابتن ده ميسي قال لبرشلونه زي ما قلتليش هتعمل ايه قبل 11 يوم. لا ميسي برشلونه مش هيقدر يديله ال 500 ولا 600 ولا الكلام ده. هو قال لك انا عايز العب في برشلونه. ولازم برشلونه يمشي ثلاث لعيبه عشان خاطر يقدر يدفع راتب ميسي عشان الليجا هناك الرابطه عامل القصه بتاعت المال. هم حاطين شرط الليجا برضه عشان الناس تفهم النقطه دي عشان حضرتك تكمل. ليه الرابطه مش موافقه على 13 مليون يورو مرتب؟ حتى لازم تاخد اخر مرتب 25% على الاقل خصم 25% فقط. كان بياخد 100 فهو قالوا له مش اقل من 25 يعني ياخد 25 عشان ياخد ال 25 لازم يحصل اللي حضرتك بتقوله ده ان هم يبيعوا لعيبه ويقللوا. فهو بقى مزغلل طبعا بالعرض السعودي فقال لهم عندكم لغايه 12 يونيو قبل التجمع اللي هروحوا بتاع الارجنتين. فاكر زمان لما كانوا يطلعوا يلعبوا في امريكا او الصين. ايوه كابتن كان زمان بقت حتى السعوديه في قطر. حتى في قطر وفي قطر فتره كان فاكر باتيستوتا والمجموعه وتشافي نفسه. تشافي نفسه بس كان في اواخرهم يا كابتن. انت بتتكلم على لسه الارقام لعيبة. الارقام اللي بتدفعها السعوديه وفي اواخرهم. يعني انا ببطل فقطر بتديك مبلغ زي اللي كنت بتاخده. وانا ببطل او اكتر شويه. الناس مش واخده بالها يا استاذ محمد ان كريم بنزيما ده اللي واخد بالون دور الاخيره. ده اول مره تحصل ان صاحب البالون دور يلعب في دوري عربي. هو اخر كره ذهبيه. يعني معنى كده انه في عز الطال احسن لاعب في العالم. احسن لاعب في العالم دلوقتي. يعني لما ضم النهارده اتحاد جد ضم احسن لاعب في العالم. كام خدوا كام؟ في ناس قالت 100 مليون يورو في السنه وناس قالت 200. لا هو 100 في السنه 200 في السنتين اللي ماضيين. هو المفروض متفق على غير سنة. طبعا كريم بنزيما راجل مسلم على فكره ملتزم. طبعا فاتحاد جده يعني في جده بين جده ومكه تقف نص ساعه بالعربيه. فراجل يعني كل طموحاته اتحققت. طبعا طبعا. وبالنسبه له لا كمان اصل صاحب الرفض المعيشه بيعيشوهم. يعني كريستيانو ومراته مبهورين بالقصر وبالعربيات لا هم نجوم كبار طبعا مفيش شك ومعاهم فلوس قد كده يعني. بس برضو بس انت ايه اللي هيخليني ما اقول لا؟ عشان كده بقول لك ده اللي جاي في السعوديه. يعني ممكن تلاقي نيمار وتلاقي كتير. وخد بالك ان هم الصف الاول. خد بالك عشان محمد ان هم مش على قد فلوس اللعب بس. ده كمان هيروجوا لكاس العالم وهيعملوا دعايات وكده فهياخدوا يعني طبعا. والسعوديه شاطره هي دي الفكره اصلا. هتستغلهم صح طبعا. فهي ناقوس خطر فعلا من الفرق اللي هتلاعب بالفرق السعوديه بعد كده. لان الدوري السعودي قوي اصلا على مستوى اسيا وكمان على المستوى العربي في البطولات العربيه. يعني احنا الزمالك بقى هو التجربه بتاعتنا. يعني الزمالك عنده بطوله عربيه هيلاعب النصر والشباب واتحاد منستيري. فدي مجموعته. ففي النصر والشباب. فالنصر اوريدي دلوقتي كريستيانو اكيد هيجيبوا حد تاني طبعا. يعني يتعادلوا مع النصر ويكسبوا الشباب وكده كده ماتش المينستري مضمون. بس النصر هيجيب اكيد لعيبه تانية. طبعا النصر هيجي له لعيبه تانية. والشباب الانديه السعوديه كلها اتوعدت ان هيجي لها نجوم عالميين. برافو عليك. هم هيحطوا التقال في الفرق الاربعه الجماهيريه. نصر واتحاد وهلال واهلي جده اللي طالع. وبعدين هيتوزع بقى على الاتفاق وعلى الشباب وعلى كل هيتوزع. اصل هو الفكره ان انت عايز تحول الدوري وكل الانديه خلاص بقت ملكيه استثماريه سواء لصندوق الاستثمار السعودي او للشركات. فهي في الاخر ملكيتها بتقول الاستثمار. فكل هيرتفع. احنا عايزين نرفع. بص طلعوا لي تاني يا جماعه احنا هنا بنهبط في المسابقه بتاعتنا كابتن عبد الجليل وتفضل الانديه تطلع تنتقد وكذا. هم هناك بيعلوا كل الانديه. هو مش فارق معاه. رونالدو ده كان جاي الهلال ما كانش جاي النصر. الموضوع مش هلال ونصر بس. ده كان موقوف القيد وما عرفوش يحلوا الازمه فتحطوا في النصر. انت بتتكلم صندوق الاستثمارات العامه نادي الهلال والنصر والاتحاد والاهلي. تمام. الاربعه اللي تحت مظله كيانات سعوديه. نادي القادسيه، نادي الدرعيه، نادي العلا، نادي الصقور. هي دي كلها انديه دوري ممتاز. لا الثلاثه دول ممتاز بيه. وفي ممتاز بيه صح. الدرعيه مش عارف ايه دول ممتاز بيه. الدرعيه والعلا والصقور دول اللي ممتاز بيه. خد بالك ممتاز بيه. وفي ثالثه
يعني ممكن يكونوا واخدين من كل اللي هو ده الدرعيه ده مثلا القوي شويه فبياخدوه من الثانيه. يعني مسكتوا شركات، يعني شركه اسمها ارامكو مسكت القادسيه، شركه مسكت الدرعيه، شركه الهيئه الملكيه لمحافظه العلا مسكت العلا، شركه نيوم. خلي بالك يا برضه شركات سعوديه. لا يا راجل نيوم دي هي الراعي الرسمي بتاع الدرجه الثانيه كلها، شركه كبيره. شركات بترول وطاقه كلها ملكيه سعوديه اصلا. يعني هي الدوله اللي بتدعم، برضو مش استثمار خالص، هي الدوله بتدعم كنوع من انواع الاستثمار. فالناس بتعلي براند الدوله يا استاذ محمد لانه كله هيستفيد، البلد هيستفيد والبطوله هيستفيدوا اسوان لا احنا لا احنا واحنا هنا عمالين فار وما فارش. صعبان او مش صعبان ده كلام ما يتقال، واحنا قاعدين ايه بره الهوا واحنا قاعدين انا وانت لا والله فكرت فيهم. لكن يا كابتن لازم يتكلموا في ايه، لازم تكون اسوان اللي بيلعب في الدوري. اصل يا كابتن لازم انت تواكب التطور، اوروبا مش هتسكت يعني هم هناك مع التطور اللي بيحصل ده. عض قلبي ولا تعض اوروبا دي ما لا يعني هم هيقعدوا يفكروا زي وجهه ده. هو دلوقتي بقى بالنسبه لهم اصل ممكن تلاقي مثلا فجاه الامارات بدات تفكر، فجاه هتلاقي ده حقيقي. يعني انت خلاص انت اللعيب بقى يسيب ريال مدريد ويروح الدوري السعودي، الهيبه حتى تشوف كم قناه هتنقل الدوري السعودي السنه الجايه يا استاذ محمد. اذا كان كريستيانو رونالدو لوحده خلى قناه برتغاليه ده النصر جاي له لاول مره في تاريخ اي نادي عربي جاي له يروح جولات في اسيا وامريكا زي مانشستر يونايتد وريال مدريد. عشان كريستيانو عشان كريستيانو بس فيه، تخيل بقى لما يبقى في هتلاقي مثلا الصين عايز يعمل بطوله هناك. ده حقيقي. النصر والهلال فيه عشان كريستيانو وميسي يلعبوا مثلا في الصين مع ريال مدريد وبرشلونه. مع ريال مدريد وبرشلونه مثلا خلاص. كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا. شرفتنا استاذنا والله، وان شاء الله باذن يا هلا بيك. بما اننا بنتكلم عن الانديه السعوديه كازابلانكا، هلا والله هلا والله بالغالي. اصل انتوا عمالين تقولوا يمين وانا سرحت في غزل المحله واسوان وعيني ما. طب وماله يا كابتن البساط احمد؟ لا ماله ايه؟ ماله ايه؟ البساط احمد ما يفكروا في الفكره دي. هو ما تعملش زي شركه كبيره، ما تعملش زي رمضان صبح وتعلي طموحك، خلي طموحك زينا. تصدق رمضان عمال يعمل يمين وشمال ولا حد شايفه ولا بقول لك راح عرى الاهلي جده سامع كده. كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا. شكرا استاذنا الله يخليك. كابتن وليد الحديدي شرفتنا ونورتنا. شكرا يا استاذ. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر باذن الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.